طب اوعى ما تزقش جرايه ضاحي فيها ضاحي بيتك ضحيه وخيبت ايه؟ ايه اللي ضحيه وخيبت ايه؟ شو ما تقولش اسم هنا الله ما تقولش اسمك تعملي فيها ظابط شو ظابط يلبس كده يلبس كوتش بينور الله ظابط وداخل ديسكو الله والعسكري ده ماله؟ ايه اللي ماله؟ ما تكتب عليه مبروك للعروسين شو بقى اسبكوها بقى ما شافوهمش هم بقى ما شافوهم هم ها؟ اسبكوها حاضر نسبكها يعني نعمل ايه؟ ايوه شويه صعبانات يا سعاده البيع حرام عليك انا عندي كم عيال وانا عندي بغبغان غلبان وبنص لسان زي التلميذ الشاطر ما يذاكر الامتحان بيذاكر الليل بطوله وبيحفظ اللي بقوله مظبوط مشينا بقى عشان ناكل البغبغان وما افتكرتش البغبغان غير دلوقتي انت مزاك ما تتكلمش انا جايبك على سرعه جنونيه وسكران كمان ايوه ما هو هاي واي ايه المشكله يعني ايه ده ايه المشكله شيحه ايه ريحه بقك دي طالما مش قد الشرب ما تشربوش انت وانت على الهاي واي وبالسرعه الجنونيه دي مش ممكن كنت تقتل حد ممكن مذنب ولا مش مذنب مذنب خش على البوكس ضحي ضحي اطلع بقى ضحي ايه وخمس دقايق يا سيف الله اطلع خلي بالك منك سيف يا سيف سيف والله العظيم يا حضرة الضابط انا مظلوم هي دي اللي قتلت مي عز الدين مي عز الدين ايه دي هند صبري يهبل هند صبري وانت ايه خالد الصاوي انا ضاحي يالا ضاحي انت طلعت حكومه يا ضاحي يا ابني حكومه ايه ضاحي جاي معانا عشان خلصنا من محفوظ بس برافو عليك يا ضاحي انت جيت في وقتك ده كان هيطلب لنا البوليس بجد يا جماعه انا خايفه قوي انا بطحت الفنانه هند صبري في دماغها لا ما تخافيش يا شيرين هي ما ماتتش انا شفتها بس يا حرام بتترعش كده شويه يبقى اكيد دي رعشه الموت الف بعد الشر عليها انا بحبها قوي مين هيكمل الجزيره الجزء الثالث قتله كلنا بقينا قتله يا جماعه ما تكبروش الموضوع دي خدت ازازه على دماغها ما خدتش رصاصه يعني سيبكم من الموضوع ده دلوقتي ها لقيتوا حاجه في العربيه بجد لقيتوا ايه لقينا عدد جديد عدد جديد طب ممكن ابص عليه بصه لا يا جماعه ليه لا ده احنا كلنا في مركب واحد ده انا لسه مخلصكم من عند الراجل وانا حطير خلاص فكني الاول ما هو المفتاح في جيبي اصله والمكان ضيق مش عارف اجيبه ابص عليه بصه واحده بس خلاص بقى خليه يبص طب اديها له انجز بصه واحده بصه واحده يلا فكنا بقى يلا يا ضحي فكنا بقى يا ضحي ضحي يلا فكنا يلا يا ضحي فكنا الله هتضربها طلقه تتفك انا بحب الحاجات دي يلا اضرب بص على رجلك يا انا لا استنى استنى تعرف برصاصه واحده تفكنا احنا الاثنين ليه وانتوا فاكرين نفسكم التوأمان هنجل اقف على جنب وقف ليه انت مزنوق لا بس هزنوق انزل انت وهو انزل بقولك مش هنزل يا سلام هل يعني كده هتسد الرصاصه انزل انا بقولك طبعا انتوا فاكرين ان انا هخلص عليكم بس انا مش هخلص عليكم مع اني اقدر اخلص عليكم بس هسيبكم هنا عشان تتعلموا حاجه يا واطي يا سحلاب عادي اتقالت لي قبل كده نو واي يا حيوان يا قذر يا حلوف يا سلام حلوف يا خنزير وساعات بيقولوا لي يا كركدان يا ب... حلوه دي ما اتقالتليش قبل كده اه معلش معلش بس انا قبل ما اسيبكم هنا لازم اقول لكم على حاجه مش عايزين نعرفها سيبنا وامشي لا لازم اقول مش عايزين نعرف لا هقولها طب قول الخير مش خير حبيبي هاني معلش الخير ممكن ينتصر في الأفلام بس في المسلسلات الشر هو اللي بينتصر يا رب تموت يا شيخ دمك سم قبضت في ضهري لا حبوس ايدك حبوس لا اخبطك اخبطك مين طب اخبطك بالمسدس لا بايدك احسن المسدس اجمل ماشي خلصني ايه يا
يعني اوعى تضربه بالنار، علميا الطلقه ممكن تخترق وتيجي زي انا. سيف يبقى اعمل كده. طيب خد منه المفاتيح. اثبت اثبت. خليهم ينزلوا السلاح. نزلوا السلاح يا حنجل. وينزلوا البنطلونات. ونزلوا البنطلونات. وينزلوا نزلوا طعم شاي. استظرف. بتوجع صح؟ شفت بقى انت عملتها معايا كم مره؟ انا اسف يا دبي. انا خليهم يجوا هنا. تعالوا هنا بسرعه بسرعه. اسمعوا كلامي بسرعه. حلو هنا. لف لف. هتعمل ايه يا دبدوب؟ ايه؟ من النهارده انا ما اسميش هاني الدبدوب. امال اسمك ايه؟ اسمي هاني الدندوب. الدندوب ايه؟ انا عبد المأمور. ده ابو الدهب. ايه؟ ده الراجل الكبير. لا لا يا دندوب. ايه؟ لا اسكت بقى. لازم تعرف ان الخير بينتصر في الافلام وفي المسلسلات وفي السيت كوم كمان. خد السلاح ده ثبته. انا؟ ايوه امسك ما تخافش. هات المجلة. ارفع ايدك. مجلة. اثبت مكانك. ما تتحركش. اوعى تتحرك. اوعى تتحرك من مكانك. انتوا هتسيبونا لوحدنا؟ وضحكنا عليك وضحكنا عليك وكي في ايديك وضحكنا عليك. اوعى تتحرك. طب سيبوا لنا فلوس التاكس. معلش فلوس. باي باي يا ضحي. باي باي. انتوا هتظهروا تتفرجوا عليا؟ هرب منكم ازاي؟ هرب منكم ازاي؟ آه يا عسعوزتي ياني، كأني فايت عليا قطر من كل الله. كانت سفرية نايلة على وشكم، كسحتوني. وهو في حد قال لك يا خالتي انك تيجي معانا؟ ما احنا قلنا لك ما تجيش، وانت برضه اللي صممتي تيجي. ويا ريتك جيتي لوحدك، جيتي ومعاكي مصيبة. ونعرف منين يا فالحة ان هو ناوي اذيه؟ انا بس عايزه افهم ازاي انتوا الاتنين جيتوا من الغردقه. بصي يا حبيبتي، احنا بعد ما زوغنا من المحل واحنا لابسين العبايات وقفنا عربيه، افتكرونا خلايك. قلنا لهم هلا والله نبغى نروح القاهره. راحوا جايبيننا على القاهره. انا بقى مديت ايدي في صدري واديتهم 50 جنيه بحالها. ما عجبهمش بمباكو معاي. ما سكتش، رحت مسيبه عليهم رجاله القهوه. وخدي عندك بقى فيني وجاعي. صباح ام بيج فان. ايه دي بقى، حاجه وحشه ولا حاجه حلوه؟ لا دي حاجه حلوه، يعني ان انا معجبه بيكي جدا وام ان لاف وذ طريقه كلامك. طب وماله يا حبيبتي، ما انا ليا معجبين كتير. هو انت اول واحده؟ لا يا اختي انا مش قادره، انا جتتي بتوجعني ولازم انام. بقالي ليلتين ما نمتش، والخمره ببيتها في معدتي وعامله لي انتفاخ هتموتني. قومي يا ابله مين. تعالي يا حبيبتي لما ردعك وانيمك. ولا ما قصرتي. طيب يا اختي قومي اسندي عليا. هو انا يا اختي اللي سانده عليكي ولا انت اللي سانده عليا؟ انت اللي سانده عليا عشان عصعصتك. يا اختي صحيح افتكرت. شريهين احنا هنعمل ايه بقى مع عم دهب ده؟ انا خايفه قوي، حاسه ان هو هيبعت لنا العصابه بتاعته يخطفونا ويضربونا ويعذبونا وياخدوا مننا العدد. لا لا ما تقلقيش، احنا اتفه من كده بكتير. يعني لو الراجل جالنا بطوله هنخاف منه ونديله العدد عادي. بقول لك ايه، انا اتفقت مع الواد هاني زبط مع اصحابه يامنوا لنا البيت ويامنوا لنا المنطقه كلها. اي حد غريب هيدخل الشارع هيسففوه التراب. هو انت ازاي واثقه قوي في هاني واصحابه كده ان هم جامدين وهيعرفوا يقفوا قدام عم دهب؟ انت ما تعرفيش اصحاب هاني، دي عيال خطر ويخربوا اي منطقه يخشوها. ده كفايه احمد فينو، سيد فطيره، علي عجينه. ايه كميه المعجنات اللي قلتيها دي؟ هم دول مجرمين ولا شغالين في فرن؟ يو يعني اللي مش ناقصه استظرافك ده، انا تعبانه وعايزه ادخل انام. طب ام سوري شريهان ما تزعليش مني. يلا بقى مش هنحل الكلمات المتقاطعه. مش قادره، بكره اول ما نصحى هنحلها. شريهان انت ازاي عايزه تنامي؟ مش هتتجنني تعرفي فين الفلوس؟ يلا ايه
التغريدات المتقاطعة بتقول إن الحل في الصفحتين الناقصين. نيلي يا نيلي، أنت قدرتيني ودمتي. لقيتي فلوس؟ فين الفلوس؟ فلوس إيه؟ بقولك الكلمات المتقاطعة بتقول إن الحل في الصفحتين الناقصين. يعني إيه الحل في الصفحتين الناقصين؟ طب شوفي كده، ممكن يبقى في صفحتين مقطوعين جدو مخبيهم في حتة، هما دول المفروض نلاقيهم. مفيش ولا صفحة مقطوعة، والأرقام كمان كلها مظبوطة اهي. طب يعني ايه الصفحتين الناقصين؟ انا بحب جدو قوي، بس هو ليه بيعمل فينا كده؟ معرفش بقى، غاوي فرهدنا الراجل ده، انا مبقتش فاهمة حاجة خلاص. امال مين اللي هيفهم؟ طيب يا سلام، العدد ده ليه ذكريات جميلة جدا جدا جدا. اصل جدكم بقى الله يرحمه لما كان يقعد يرسم العدد من دول كان يقعد يتسلطن كده، يشرب القهوة المانو بتاعته اللي هي العريحة ولا مظبوطة، والسيجار في ايده، يولع السيجار. السيجار ده لازم يكون كوبي، السيجار الكوبي طبعا معروف انه هو ملفوف على افخاد العزارة، السمر الحيارة، الشقر لا البدارة. انت كده هتفقع لنا المرارة، انجز. حاضر، العدد ده بصراحة دي ذكريات حلوة قوي قوي وجميلة، تحب احكيها لكم؟ كفاية ذكريات غريبة بقى يا عم بندق، ممكن تقول لنا ايه موضوع الصفحتين الناقصين؟ ها؟ صفحتين الناقصين، صفحتين، نشوف كده الرقم. صح، العدد ده 38 صفحة. أعداد ميكي كلها كانت بتبقى 42 صفحة، فعلا ده ناقصك. طب كده دول أربع صفحات مش اتنين. ما هي وش وده، يعني الصفحتين بأربع صفحات. طب هنلاقي فين الصفحتين دول؟ محلولة، ننزل سور الأزبكية وندور على نسخة تانية للعدد. ما ينفعش تنزلوا سور الأزبكية. ليه، شالوا السور؟ لا. شالوا الأزبكية؟ لا، أصل أقول لكم إيه، ما أنا قاعد من الصبح بقول لكم العدد ده أصله ليه ذكريات جميلة قوي قوي ومهمة، حبيت أحكيها لكم، أنتوا قلتوا لا ما تحكيش. ماشي احكيها لنا لو هتفيدنا، إنما تقعد تقول لي البدارة والعذارة وتقرفنا بصراحة حضرتك. أنا مش حاكي. خلاص يا شيرين اتفضل احكي يا عم بندق. العدد ده اتعمل ما بين الخريف وما بين الشتاء سنة 1982، كان رقم 1000، ما اتعملش منه غير نسختين اتنين بس. نسخة كانت مع جدكو الله يرحمه، النسخة التانية بقى كانت في دار النشر اللي بتطلع سلسلة ميكي. اوكي، فين بقى دار النشر دي؟ ايوه يا خالتي، انا عند عم بندق. في ايه؟ نهار اسود، برنامج؟ اما الان فمعانا معلومة حصرية، ولأول مرة يتم التعرف عن شخصية هؤلاء الذين قاموا بالاعتداء والشروع في قتل الفنانة هند صبري. من المعلومات اللي وصلت لنا كان واضح ان هما بنتين، نيلي مكاوي وشريهان مكاوي، واضح ان هما يا اما اخوات يا قرايب، الله اعلم. بس هما ما كانوش لوحدهم، كان معاهم شابين. لحد دلوقتي جاري البحث عن هويتهم ولم يتم الحصول على اي معلومه اخرى، لكن الشرطه بتحاول تستفسر اكتر وتعرف اكتر من شهود العيان. كان معاهم ايضا شخص خامس، وهو كان منتحل شخصيه ضابط، هو ايضا اللي ساعدهم على الهروب من موقع الحدث او الجريمه. خلينا مع بعض دلوقتي نشوف فيديو مصور بالصوت والصوره عن اللي حصل اليوم ده، والشرطه بتناشد كل اللي بيتفرجوا علينا لو تعرفوا على اي حد يلجأوا للشرطه مباشره. خلينا نشوف مع بعض. اللي هيقرب مني قسما بالله شق الازازه دي في دماغه، وانا اللي هيقرب مني هتجيب البوكس اخليه صابونه لوكس. يا سلام يا سلام، فينك مكاوي دلوقتي؟ تيجي تشوف اولادك واحفادك دول هما كنت تفتخر بيهم بحق وحقيقي. خش بسرعه، في حد قاطركم؟ لا اطمن. كويس ان ايه ده؟ ايه اللي انتوا لابسينه ده؟ اصل احنا قلنا لهاني يجيب لنا لبس، فقررنا انا وشريهان نبدل عشان ما حدش يعرفنا، فكده انا مش نيلي وهي مش شريهان. لا فكره صايعه، دي فكره مين بقى الفكره الصايعه دي يا ترى؟ دي فكرتي، ماي ايديا. ماي ايديا، على فكره انتم معروفين جدا وصوركم ماليه التلفزيون. انت متخلف؟ طب ما تقفل التلفزيون يا ابني. بقول لك ايه صحيح؟
ما حدش في التلفزيون جاب سيرتي؟ انت فرحان؟ لا ما تقلقش، ما حدش جاب سيرتك ولا حد جاب سيرتي. بقول لك ايه يا ضد، وهو احنا لو اتقفشنا هنعترف باساميكوا اول حاجه. بقول لك يا معلم احنا لازم نخلص منهم دلوقتي، نتويهم وكده كده ما حدش عارفنا. لو سمحتوا بقى كفايه هزاروا وشوفوا هنعمل ايه. بصوا انا فكرت انه ما ينفعش نقعد عندكم او نقعد عندي او نقعد حتى في المرسم عشان عم دهب، فقلت اجيبكم من المكان الجميل دوت. ايوه صحيح، هو ده بيت مين بقى؟ يا اهلا يا اهلا بالضيف الاعزاء، اهلا اهلا. No way. ايه يا سيف، مش تقول لي في موزز كنت لبست غير تاني غير ده؟ مين العبيط ده؟ العبيط ده يبقى شريف صاحبي، وهو الوحيد اللي نقدر نعتمد عليه. صاحبك ايه ده؟ مذيع يا عم، انا شفته قبل كده. مش انت اعلامي؟ ايوه صح. هو شبهه، مش هو. خد راحتكم يا جماعه، البيت بيتكم. ها طب يا جماعه احنا دلوقتي لازم نروح دار النشر عشان نجيب العدد. لا انتوا مش هينفع تنزلوا عشان وشكم معروف جدا. بقول لك انا هاخد هاني ونروح نجيب العدد في السريع. ايه يا سيف، انت مش شايف ان احنا متنكرين؟ انت مصدقه نفسك يا نيلي؟ ايوه انا شريهان جدا صدقني. بقول لك ايه، تيجي نتنكر يا هاني؟ نتنكر، يلا بينا. غلسه قوي، تحفه، ما عرفت اكون في خرب بيتكم. يلا يا عم يلا. سيف ايه، انت هتسيبنا لوحدنا مع الكائن ده هنا؟ على فكره احنا بنتكلم عليك. ما تقلقيش منه خالص، ده صاحبي وامان، يعني مفيش اي حاجه، كانك في بيتك. اعتبريه سيف. انت بتخافي مني؟ اعتبريه سيف، بس وانت قاعده بيمسكي حاجه حديد في ايدك تقيله عشان لو تهجم عليك. ايه بتهزر معايا؟ انا هتصور معاك لما اجي. ماشي هتصور معاك. عينيا عينيا. ايوه شريف، هتبقى مرات اخوك. عينيا في عينيا. نطلع نقعد فوق بقى، التكييفات فوق تحفه. ها يلا بنات. بس يا دي اهبل، انت اطلع فوق. يا حاضر يا باشا. مرص هتزيد. محمد برافو عليك يا شريهان. شريهان هو البتاع دي انت ما غسلتيهاش بقالك قد ايه؟ انا هموت. لا هي بتاكلك، انا عارفه هي، بس تفضل تاكل في الراس شويه وبعد كده تتعودي عليها عادي. ما انت بتاعتك على فكره بتاكل فيها من بدري وانا ساكته. لا اوعي تقولي عليا كده. والله دي كلها سبان. كلها ايه؟ سبان بياكل هنا في دماغي. واو. انا جيب وصلت العيال اللي عملوا كده في هند صبري. الموضوع بقى قضيه راي عام، واحنا خايفين لا يكون الموضوع ده عمل ارهابي. ما تقلقش سعادتك يا فندم، انا ملف القضيه قدامي ودرسته دراسه وافيه وتم. طيب قول لي بقى وصلت لايه. انا سعادتك يا فندم مش عايز ازعج سيادتك، بعدين انت عارف ان انا مش بتاع كلام، انا بنفذ على طول. في اسرع وقت يا نجيب الموضوع ده يخلص، الدنيا مقلوبه والاعلام مش هيسيبنا في حالنا. تمام يا فندم، في خلال 24 ساعه العيال دي هتكون قدامك في مكتب سعادتك يا فندم. تمام يا فندم، مع السلامه. احمد الحقني، العيال دي عملت ايه؟ ايه اللي حصل؟ الدنيا مقلوبه ليه؟ البنتين اللي اعتدوا على الفنانه هند صبري بنتين ولاد عم، اسمهم نيلي وشريهان مكتب. قبضت عليهم؟ هم مختفيين بس جاري البحث عنهم. طب وبعدين هتعملوا ايه؟ توصلنا لخاله واحده منهم، كانوا عايشين عندها هما الاثنين في الفتره الاخيره. حلو جدا، انا عايز خالتهم دي في اسرع وقت يا احمد. تمام سعادتك. ابو حميد. وامر فندم. لو ما حدش خد اقوال الفنانه هند صبري انا ممكن اروح اخد اقوالها بنفسي. اصل المدام والولاد بيموتوا فيها واحنا يعني بنحبها. انت ما شفتش انا عايز اتجوز رمضان اللي فات؟ حلقات منفصله متصله كوميديه جميله هايله. حلوه جدا. طب يا احمد اتفضل خليتهم يا احمد بسرعه. تمام سعادتك. انا متضايق منك جدا على فكره. ليه؟ انا عملت ايه؟ عشان قليل الادب. انا قليل الادب ليه؟ قال لك تشرب ايه؟ قلت له بيبس. ايوه في ايه المشكله؟ ما انت طلبت ساعه فواكه، ايه المشكله؟ مش تقول له لا متشكر شكرا، هو يعزم عليك زي ما عزم عليا. لما عزم عليا كتير قمت ضربت. عزم عليك انت، قلت له عندك ايه؟ وبعد كده رحت طالب ساعه فواكه وقعدت تقول له عندنا شاليه في المعموره بتاع ستي وعليه مشاكل وقف والكلام ده. هو مال هو؟ انا نفسي اعرف انت متربي فين. انت متربي في حمام يا لهوي. اه متربي في حمام. امشي امشي خلص. هات المفتاح. السوق. سوق ايه؟ اسوق العربيه. ده من امتى ده ان شاء الله؟ النهارده. ماشي. ايه ده؟ خد. انا كنت بهزر. ايه ده؟ على النعمة. تعالى يا راجل، تعالى تعالى. ما تحضنيش. انسى بقى السؤال اللي انت شفتها قبل كده دي. وريني يا اخويا. ايه الاخبار؟ الحمد لله، بس انا حاسس بدوخه وصداع كده تقريبا، عندي شرقه او زكام، مناخيري مسيله. انا مالي ومال مناخيرك؟ انا جاي ازورك المستشفى.
بقول لك اخبار العيال ايه؟ اخبار مين حضرتك يعني؟ العيال اللي احنا بنراقبهم. اه انا وسيف؟ لا كليله ودبنا. عجبتك قوي؟ الله عليك يا صاحب الباكة. طب خلاص هنقضي فيها طول النهار. عملوا ايه العيال؟ مفيش ساعاتك يعني، لسه خارجين من عند المدير وماشيين زي ما انت حضرتك شايف. طب يلا وراهم بقى على طول عشان تشوف اخبارهم ايه، وانا هخش اشوف قصه المدير ده. ماشي يلا يلا انجز. يلا حضرتك سيب لي العربيه يعني اعمل بيها. لا عربيه ايه؟ اشبط في اي مواصلات، احنا مش المواصلات عليك. الله في الطبيعي يا باشا، ما عليا المواصلات كده مش طبيعي. يلا ضحي بقى انجز بقى، خلينا نخلص، عايز الحق الراجل اللي بيمشي. حاضر يا صاحب السعاده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل. مغزى حضرتك المدير؟ والله أنا بداية من المدير لحد الفراش، مرورا بجميع الوظائف اللي موجودة هنا يا فندم. يعني مغزى مش فاهم يعني ازاي؟ ما انت عارف حضرتك ما فيش شغل ولا في بتاع، ولا حد بيجي ولا حد بيروح ولا حد بيعمل. الكمبيوتر يا أستاذ، الكمبيوتر والنت بوظوا علينا الدنيا. انت عارف حضرتك أنا تمن المواصلات من هنا وأنا جاي هنا ومروح بيضلعني والله. حضرتك مين؟ أنا أبو الدهب. أهلاً 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 يا أبو الدهب باشا، إزي حضرتك؟ الله يخليك. تعرفني؟ ها؟ لا بس باين على حضرتك باشا يعني. طب أنا مش هطول عليك، أنا شايفك فاضي وما وراكش حاجة، بس رح أسألك سؤال واحد لباظك. الولدين اللي كانوا عندك هنا قبل أنا ما أدخل كانوا بيسألوا على إيه؟ وكان في ولدين هنا؟ هاني وسيف اللي كانوا عندك هنا قبل أنا ما أجي دلوقتي. أنت عارف من كتر الناس اللي بتيجي وبتخرج وبتعمل الواحد ما بقاش فاكر حاجة، وبعدين أصل أنا خرجت من البيت وأنا على لحم بطني، ولا شربت شاي ولا قهوة ولا حتى حاجة ساعد. معلش ملحوقة ملحوقة. الله يخليك. اتفضل جيب حاجة بقى عشان تعمل لي الريق كده. شوف راح نجيب لك حاجة ساعية يا فندم. كانوا بيسألوا على إيه بقى؟ ها؟ والله هم كان هاشم الطقم. طيب الله يخليك يا فندم. يا سيدي تشرب؟ شكرا خلاص والله. لا يا فندم ازاي، ما تقولش كده، اتفضل. كمان اوف عرض. كانوا بيسألوا على ايه بقى؟ والله كانوا بيسألوا على عدد من الاعداد اللي كتبهم متكوي بيه الله يرحمه. لا عدد ايه بقى؟ ها؟ عدد ايه؟ عدد من كتر الشغل الواحد ما بيفتكرش ايه الاعداد وايه البتاع. والله استنى بس هجيب لك، اصل انا خرجت من غير اكل الصبح، وبعدين البتاعة دي مرت لي بطني. هقول لك ايه، ما انت عارف الدنيا ملحوقة ملحوقة. اتفضل. الله يخليك يا فندم. ها شوف بقى يا سيدي. ايوه العيال دي كان بتسال على عدد من الاعداد اللي كتبهم الله يرحمه متكوي بيه. العدد 1000. بس اصل العدد ده ما فيش منه غير نسختين، نسخه كانت متكوي بيه الله يرحمه، والنسخه الثانيه كانت عندنا هنا. واديت لهم العدد ده؟ لا ما هو ما بقاش عندنا. امال فين العدد ده؟ حميت الطعميه، حميت. واحد نفسه يحبس بسجاره بس منين يوم؟ معلش ملحوقه. اتفضل. فين ام العدد بقى؟ العدد بكره هيتباع في صاله كريستال بتاعت المزادات اللي في مصر الجديده. طيب سيدي متشكرين قوي. لا بس قول لي منين؟ حضرتك عايز العدد ده ليه؟ ابدا كان الموضوع كده، والله الواحد الذاكره عنده بقت تتوه، وبقيت باخد ادويه علشان ترجع لي الذاكره، ومفيش فايده. ناقص في السوق. ايه ناقص في السوق؟ طب نوفرهولك. حاضر اخي. ايوه بس نجيب الدواء المصري، انا عايز اجيب المستورد الحقيقه علشان تاثيره بسرعه. المفعول. يا سلام اقرع ونوزهي. اتفضل يا اخويا. تسال ليه؟ ابدا هو اصله موضوع عائلي كده يعني، بس يعني محلول ان شاء الله. متشكرين قوي. السلام عليكم. عفو. يا ساتر يا ساتر على الناس الجشع، الجشع هيموتهم. كل حاجه ماشيه في البلد دي بالرشوه. لو ابو الدهب باشا، باشا ايه ده، انت صفيح البعيد. ما زاد اللي نخشه، هو احنا معانا فلوس؟ كل فلوسنا صرفناها في الغردقه. شوية بابريكان من بتوع زمان بعلمه في الدماغ.
ولا يا عسليه انت حلو؟ قسما بالله يا ضي انت، اديك كف على وشك اقلبك على ظهرك زي الصرصار الميت كده. كده سيف انا اتغيرت وعارفه ان ده البست فريند بتاعك، بس ما ينفعش يقول لنا كده. هو لو فضل يستظرف انا هبعتره. ما تحترم نفسك بقى يا اخي، جايب لي الكلام في ايه يا شريف؟ تعالى شوف المصيبه اللي احنا فيها يا اخي. مصيبه ايه؟ فيها سكريه انت يا حلو. على فكره بيعاكس خطيبتك. جرايه يا سيف، ده مفيش منه خوف، اتبسط يا معلم وفرفش. حبيبي مبدئيا كده يا استاذ شريف حضرتك دمك سم. انتوا في فيديو يا جماعه، هتشيلوني في فيديو؟ ده اول حاجه. ماشي. تاني حاجه، احنا نفسنا ندخل مزاد عشان نجيب مجله ميكي ومعناش فلوس. طب ما مجله ميكي دي لما تتشقلب وتبقى جديده ومتسلفنه بخمسة جنيه هيعملوا عليها مزاد ويتشقلبوا، هتبقى خمسينية. قول 100 يا سيدي. لا قول انت يا عم، انا ماليش دعوه. وانا خايف من ايه؟ 100. طب احنا معانا كام دلوقتي؟ يعني حوالي 300-400 جنيه اخرنا. طب واحنا ازاي بقى هندخل المزاد واحنا وانتد؟ نيلي يعني ايه وانتد بس؟ يعني مطلوب القبض علينا. هنتنكش. هنفتح المزاد على عدد نادر لمجلة ميكي. هنبتدي ب 10,000 جنيه. ايه ده؟ المجلة بتاعت العيال دي ب 10,000 جنيه؟ مش قلتلكم؟ ما انا قلتلكم 11,000 جنيه. 11,000 جنيه عند فريدة هانم. مين يزود؟ مش قلتلكم؟ ما انا قلتلكم. خلاص يا سيف، عرفنا انك شطور وقلتلنا. 11,500 جنيه. 11,500 عند الأستاذة؟ أهو، مش قلتلكم؟ يا عم عرفنا انك قلتلنا، نعمل ايه بقى؟ نتكل على الله. يلا نمشي. نتكل ايه؟ مش هناخد العدد؟ ناخد العدد ازاي؟ معناش فلوس يا بنتي. بتقولك 11,500 جنيه. 12,000 جنيه. 12,000 جنيه عند فريدة يا نانا. طب بقولكوا ايه؟ يلا نقوم نروح بدل ما اتنقط. يلا. 20,000 جنيه. 20,000 جنيه عند الكابتن. مين يزود؟ 20,000 جنيه ايه؟ هتجيبهم منين؟ مش مشكلة، هبيع البوتاجاز والغسالة والتلفزيون. ايوه بس دول ما يجيبوش 20,000 جنيه. هبيع المكوى والسخان. ليه يا عم؟ هو كام لتر؟ 60 لتر ديجيتال وريموت كنترول. طيب ده بالصلاة على النبي عامل كام؟ ده عامل 1,200 جنيه. ما يمشيش ب 500 عشاني. لا بص، ساعة الدفع الكلام بيختلف. وانت مالك انت يا هادي؟ يعني هو انت هتشتريه؟ اسكت. 20,000 جنيه. الهونا الادوي. 20,500 جنيه. 20,500 عند فريدة هانم. يا جماعة فريدة هانم دي لقطة، أنا لازم أبيع لها أي حاجة. أنا هروح أديها الشال ده وأقول لها ده بتاع الكبير قوي. 30,000 جنيه. مش مشكلة، هبيع الجزامة. إيه يا سيف؟ الناس كلها بتعلي بال 500، أنت بتنط بال 10,000 على طول؟ أصل أنا أول مرة أحضر مزاد والجو عجبني بصراحة، وأنا ما بحبش حد يعلي عليا. 30,000 جنيه عند الكابتن. 30,100 جنيه. 30,100 جنيه عند مستر ابو الدهب. يا نهار اسود، وده ايه اللي جابه ده؟ عرف منين ان في مزاد؟ 30,120 جنيه. 30,121 جنيه. 30,121 ونص. 30,121 جنيه و75 قرش. و80 قرش. ده احنا معانا فضه كتير قوي. 30,125 جنيه. 75,000 جنيه. هتجيبهم منين دول؟ مش مشكلة، هو اللي غزني ووترني، هبقى بيع العربية. 75,000 جنيه عند الكابتن؟ 75,000 وجنيه. الحمد لله. لا والنبي يا جماعة، يعني احنا أقل حاجة هنزودها هنا 500 جنيه. ماشي يلا. 75,500 جنيه. 75,500؟ 75,500 مين يزود؟ يلا يا سيف يلا. يلا ايه دي لحظة بس سخنتي فيها كده مع الجو، لكن أنا مالي أصلا، هو جد أنا ولا جدك أنت؟ ألاونا؟ ألادوي؟ 180,000 جنيه. حضرتك قلت كام يا فندم؟ 150,000 جنيه. 150,000 جنيه عند الفنان أحمد فهمي. 150,000 جنيه؟ ألاونا؟ ألادوي؟ على تري. مبروك يا فنان. انا دايما بقول ان اهم حاجه في الفيلم بدايته ونهايته، فهتلاقيني دايما في افلامي بهتم بتتر البدايه وتتر النهايه. اللي في النص ده بقى حشو، يعني ربنا بيرزق في يمين شمال اي حاجه، بنحشي لحد ما نوصل لنهايه الفيلم. نفسي افهم ليه يشتري مجله بكميه الفلوس دي؟
يكونش يا جماعة أحمد فهمي ده قريبكم وبيدور هو كمان على الكنز؟ بس يا هبل انت قريبنا ايه؟ طبعا مش قريبنا. الثقة دي يا بنتي؟ ده انت لسه عارفة من يومين انها بنت عمك. انا عايز اعرف هو اشترى العدد ده ليه وهناخد منه العدد ازاي؟ سيبوا الموضوع ده علي انا. لا موضوع النقد ده ما بيضايقنيش خالص الا لو حد قال. استاذ احمد استاذ احمد معلش معلش ثانية واحدة بس من وقتك ثانية واحدة. الله يسهل لك يا ابني. بس بقول لك انا موضوع النقد ده اللي انت بتعمله ده يا فنان. وانت مش شحات؟ لا انا مذيع. وبعدين انت بتقول لي شحات انت شحات؟ انتوا ايه الجبروت اللي انتوا فيه ده؟ لا مؤاخذه يا باشا انا ما خدتش بالي اصلك لابس جلابيه ومش ماسك مايك فافتكرتك يعني شحات. انت صح بس انا عشان كنت جاي جري بس عشان الحاج. ممكن يا جماعه مايك زياده؟ مايك زياده هدولكم بعد ما نخلص على طول. طب معلش احنا كده كده على الهوا يعني مفيش مشكله. قناه ايه الاول؟ معاك وهدان وهران رحت خساره من القناه التاسعه السعوديه الفضائيه. اهلا وسهلا يا فندم اتفضل. اولا مبروك طبعا على المجله ونقول لك ربنا يديك خيرها يا رب ويكفيك شرها. ونحب نعرف يعني ايه سر اهتمامك بمجله ميكي؟ لا هي الحقيقه المجله دي انا مش شاريها لنفسي، انا شاريها لابن صديق عزيز عليا جدا، اعتقد ان دي احلى هديه اقدمها له في عيد ميلاده. بس انا رايي كنت ممكن تديله ال 150 الف جنيه يجيب بيها اللي هو عاوزه وتسيب لنا احنا المجله دي. لا 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 هي الفكره مش في الفلوس، يعني القيمه مش في الفلوس، القيمه في المجله ذات نفسها. انا عايز اعلم الولد ده القيم اللي احنا اتربينا عليها في مجله ميكي. يعني يمكن احنا اتعلمنا في مجله ميكي من ميكي نفسه الشجاعه، اتعلمنا من بطوط الصبر، اتعلمنا من عصابه القناع الاسود العمل الجماعي، اتعلمنا من زيزي زي ما تقول كده الاغراء العفيف زي زيزي وهند رستم والجيل الجميل ده. محدش هيستثار على زيزي. فدي دي قيم احنا نحب نورثها للجيل اللي ما شافش مجله ميكي. قيم ايه يا عم سمير وشهير وبهير؟ انت بتعمل الرجل العناب وبنات العم. انا مش مال الشغل. اتفضل يا بيه اتفضل. بس احنا عارفين انك ومجموعه من الفنانين معزومين على حفله عيد ميلاد ابن صاحب القناه اللي هينتج لك برنامجك الجديد وحاجز لكم اوض كلكم في الفندق. والله هو اللي اصرني. ايه يا زميلي العزيز اللي بتعمله ده؟ انت بتفضح الفنان. لا ما اسمحلكش ما اسمحلكش. معلش بقى يا فنان عايزين خبر حصري للقناه السعوديه الفضائيه. هو فعلا كان في خبر ما كنتش حابب ان انا اعلن عنه في الوقت الراهن بس انا هقوله حصري على القناه بتاعتك. انا الحقيقه العيد الجاي ان شاء الله طلع انا واصحابي شرم الشيخ. لا انا مش قصدي كده، انا قصدي مش داخل سينما قريب؟ لا داخل سينما ان شاء الله قريب مع نفس الشله اللي هتبقى معايا في شرم الشيخ. اول ما نرجع هنخش فيلم محمد امام يا في سيتي ستارز يا في جالكسي حسب يعني. ما شاء الله ما شاء الله. احنا دلوقتي معانا الفنان احمد فهمي وبندعي له وبنقول له ان شاء الله يا رب تلاقي تيكت وتقعد في مكان حلو ان شاء الله في العيد. واستنوا احمد فهمي في سينما جالكسي او سيتي ستارز. يعني مش عايزه تتكلمي. لو ما اتكلمتيش هنفضل نضرب فيها لحد الصبح وهتتكلمي. ما بتتكلمش يا باشا من سنة 82 وهي فاقدة الصوت، ما فيش صوت خالص، هتتكلم امتى اكون انا مت؟ طب انت ليه مش عايزة تتكلمي وتقولي هما فين؟ والله العظيم يا سعادة الباشا انا كل اللي اعرفه قلت لحضرتك، مش مخبية عليك حاجة، انا ما اعرفش هما فين. ما انا لو هعرف هقول، هو انا يعني كيف اتضرب؟ بصي بصراحة كده حدوتة ميكي والكنز والكلام الفارغ ده مش واكل معايا. والمصحف الشريف يا باشا هو ده اللي نعرفه، ده كل حاجة عندي كل كلام عندي. شوف بقى حضرتك عايز ايه وانا اعمله لك. تمام. بصي ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش. انت هتكلميهم في التليفون ده تعرفي منهم هم فين وتقولي لي، وانا وعدك محدش هيمد ايده عليكي خالص 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 خالص. طب ما تقول كده يا باشا من الصبح. هات يلا اتكلمي. الو بنت يا شريان انت فين يا بنت الكلب؟ خلصي قولي انت فين يا بنت. انا ممسوكه في القسم ومفيش حد ما ضربش فيا تارد ضرب. الله يخرب بيوتكم هيموتوني. الحقيني يا شريان. خبيه. الو مساء الخير، معاك المقدم نجيب الريحاني. اسمعني اللي انتوا بتعملوه ده مفيش منه اي فايده وانا كده كده هقبض عليكم. روقوها. طب يا سعاده الباشا هو كله ضرب ضرب؟ امال فرج فيه؟ انت عايزه فرج؟ اه. طب مفيش فرج. يلا خدوها. والنبي يا سعاده الباشا ابوس ايدك. خدوها. ابوس ايدك يا سعاده الباشا انا مظلومه، انا ما ارتكبتش اي جرايم يا سعاده الباشا، انا ست بريئه. حبيبتي يا خالتي زمانها متمرمطه في الاسم. انت خايفه على خالتك من الاسم؟ ده احنا نخاف على الاسم من خالتك. يا بنتي هيسألوها سؤالين وهيروحوها.
معلش يا شيرين ما تزعليش، بجد انا كان نفسي اساعدها بس انت عارفه ما فيش في ايدينا حاجه نعملها. امتى بقى يا رب نلاقي الفلوس عشان تنقذنا من القرف اللي احنا فيه ده؟ هيا سيف، عرفت الحفله فين؟ بكر مش عايز يفتح، ما اعرفش ما بقوش يجيبوا لي ايه. سيف إيه؟ احنا مش بنهزر دلوقتي. بدور عليه بس فتح صفحه تانية مش لاقي لسه. ولا هاني ما تيجي يا تشوف المصيبه اللي احنا فيها دي. استني يا شوشو خلص المصلحه اللي في ايدي دي. يعني ما عملتش كده خالص؟ لا طبعا عملت، انا شاب وقاعد لوحدي وبيت كبير وابويا مسافرين على طول. انت بتكذب على فكره. اه والله العظيم بكذب. ايه ده انت صريح؟ اه والله ما عملتش حاجه قبل كده. صريح وبتكذب؟ اه والله العظيم. انت غريب قوي على فكره. بس طيب. طيب جدا وربنا هيكرمك. الله يكرمك. انا بقى هحقق لك اللي نفسك فيه من زمان. ايه بقى هتعمل ايه؟ انا هجيب لك اتنين. اتنين بجد مصعب؟ ايوه عشان تعوض اللي فاتك، انت فاتك حاجات كتير. مش هجيب لك لسه واحده تقعد تحبها وتقول شعر والكلام ده. طب بلدينا بكره. بلدينا ايه بس؟ على فكره انا من القاهره. طب اقول لك ايه؟ قول لي الزني بركات. صعب على سنك؟ قول لي حاج سعيد. ماشي حاج سعيد. أؤمر. ممكن اطلب طلب؟ أؤمر. ممكن يبقوا ثلاثة؟ أنت طماع. كذاب وصريح وطماع. والله بقى والنبي. خليهم ثلاثة. خد بيت حلاوتك يا حاج، أنت جميل قوي يا حاج. بس على فكرة أنت مش هتستحمل ثلاثة. مش مهم أولع. مش مهم. هموت. المشكلة بس عملت كده. ده ما حصلش أي حاجة وأنت بص. أيوة فرحان قوي يا حاج سعيد. خلاص أكلمهم لك. ماشي طب أسمع صوتهم بس. ماشي بس يا رب يكونوا خرجوا أصلاً. خرجوا منين؟ هم محبوسين؟ لا محبوسين ايه، خرجوا من البيت، اصل ابوهم بيقفش عليهم فما بيخلوهمش ينزلوا يعني متاخر. ابوهم حبسهم يعني؟ اه بس اطمن ابوهم مات. مات؟ اه ما هو عارف بقى بناته بيعملوا ايه. بس عارف مات وعارف؟ عاش راجل ومات عارف. بالظبط كده. بس يلا كلمه. بكام بقى دول؟ دول ثلاثه يبقى 3000 دولار. هم اجانب؟ لا مصريين. طب ليه دولار؟ معلش والقبض هيبقى معايا. ماشي ما هديلك بس ليه دولار؟ عشان الفلوس دي بتروح لناس محتاجه في امريكا. ف ما يعني الخير هيروح مع الذنب مع كله. ايه واحنا هنبقى تمام واحنا في التمام. ماشي تطلبه. تمام تمام. اه ان شاء الله بيع الترابيزه مش فارقه. بس ما تعملش بقى اي صوت عشان ايه ما تخضوش. بس اسمع صوته. ماشي بس ما تقولش حاجه عشان هم مش عارفين حاجه. ماشي خيالي هيساعدنا. ماشي لقيتها الحفله في الكونراد. طب كويس. ايوه يعني احنا نعمل ايه بقى؟ هنتصرف يا سيف. طب المشكله دلوقتي ان احنا مش معانا فلوس، هنجيب هدوم منين؟ نيلي انا ما بقاش معايا فلوس بس ممكن نستلف من شريف، بس نرجعهم لأول ما نلاقي الكنز إن شاء الله. شيكو شيكس. ألو يا مسطورة. لا مسطورة لا أنا عايزها مفضوحة. مش أنت تفضحها بقى. ثانية واحدة ثانية واحدة. بقول لك إيه، أنت نسيت الولاعة بتاعتك معايا. أه 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 بس إحنا يعني تمام. أه لا مليناها مليناها. إيه شيكو عايز إيه؟ ما تتأخريش بقى. ماشي يا الله سلام. شيكسو. ايه يا حبيبي عايز ايه؟ عايز فلوس. انت عايز تجيب انت كمان؟ اجيب ايه؟ ماشي هات له زود له خليهم خمسه. يلا تبقى بنجيبوا ايه؟ مليطه إيه؟ بقى بنجيب ايه؟ بنجيب فراخ. فراخ ايه دي اللي بنجيبوها دي؟ فراخ شمرت. فراخ شمرت؟ اه ما تبقاش فيها ريش عند الرقبه دي. ايوه دي جامده جدا. ايه قوي قوي. ايوه انا بقى عايز فلوس. ايوه طب ما انا اعمل ايه؟ انا مالي ما اقدرش. انا معايا اتنين شامورت قاعدين هنا ناحلين وقبري. طب هي الفلوس كلها هتروح عند الحاج سعيد. اعمل ايه؟ الحاج سعيد مين؟ الحاج سعيد بتاع الفراخ. بقول لك ايه، الفراخ بتلبس. ها اه لا لا خليهم يلبسوا، خليهم يجوا ينزلوا. ايوه يا عم يجوا فين؟ هات فلوس ولا اطلع اجيب انا من فوق. لا 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 انا عارف طريق الفلوس. لا لا خلاص عارف امك بتشيل فلوس. خلاص هطلع خلاص. بقول لك ايه يا كابتن، احنا قدامنا ان شاء الله قد ايه ونوصل بالسلامه؟ انت راكب شرق الدلتا؟ مش انت. بقول لك ايه يا كابتن، مش انت الطيار؟ ايوه انا الطيار. طب قدامنا ايه؟ حلو جدا. مبسوط والله العظيم. مفيش فيلم بقى تشغله لنا كده ولا اي حاجه؟ فيلم اه نشغل لك. تحب تتفرج على فيلم ايه يا فندم؟ انت تتفرج على ايه؟ ايه؟ انت تتفرج على ايه؟ آه اي حاجه، اي حاجه لو انا بسألك اباحيه. حاجه اباحيه. هات حاجه اباحيه. انت مالك النهارده في ايه؟ مش هموت. مالك في انت بتلبس الاخضر ومش عارف ده حصل لك ايه؟ بتجنن. اطلع يلا هات لي الفلوس. ماشي ماشي ماشي. نزود سلطات؟ اه زود يا حاج. ولا هاني بقول لك ايه؟ صاحبك ده عبيط قوي. ده فل. اه ده ما عندوش اي خلفيه عن اي حاجه. طب اقول لك على حاجه مش هتصدق. تعرف انا كنت اعبط منه والله. ايوه بس انا ابتديت بقى ايه اركز شويه وبصراحه من ساعه معرفتك يا هاني وانا سعت الصياعه. طب بقول لك ايه، ايه انت ما عملتش كده قبل كده؟ كده ايه ما عملتش كده؟ لا عملت. انت كذاب. ايوه انا كذاب. انتوا كلكم كذابين كده وصرحه في نفس الوقت. ما احنا اصلحنا اصحاب بنمشي مع بعض على طول. Thank you.
معقولة نجيب باشا حضرتك هنا لسه موجود من امبارح ما روحتش؟ اصل انا في مرحلة خطر قوي. والله يا فندم والله بنتعلم التفاني من سعادتك، كان الله في عون سيادتك. بس ما تقلقش حضرتك، انا عارف انت مشغول بالقضية دي قد ايه. انا وصلت لحاجة هتوصلنا للعصابة. قشطة. يا فندم ممكن حضرتك تبص في الصورة دي؟ لازم دلوقتي؟ بعد اذن سعادتك. اتفضل. ايه مالها الصوره دي؟ الصوره دي اتاخدت النهارده لاحمد فهمي في مزاد علني بعد ما اشترى عدد نادر جدا لمجله ميكي ب 150 الف جنيه. اوه 150 الف جنيه. مش ملاحظ حاجه غريبه سعادتك؟ طبعا واضحه زي الشمس. اعملوا لي تحريات عن احمد فهمي، شوفوه جاب ال 150 الف جنيه دي منين مع انه ما عملش حاجه السنه دي في رمضان. فلوس الاعلان يا معلم، واضحه زي الشمس. يا فندم بص ورا احمد فهمي. بص ورا ازاي يا ابني؟ ده في الصوره نيلي وشريهان واقفين ورا احمد فهمي. نستشف من كده ان احمد فهمي هيعمل الفوازير السنه الجايه مع نيلي وشريهان. برافو عليك يا احمد، انت حسك الامني تطور جدا والفني كمان. برافو 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 يا فندم. نيلي وشريهان بتوع العصابه مش بتوع الفوازير. ايوه واضحه، بس هو اصله في اول الكادر وحضوره قوي واخد منهم الصوره يعني انت عايز مني ايه بقى؟ ايه علاقتك باحمد فهمي؟ عايز ايه يا فندم؟ احمد فهمي شكله كده هو ضربتهم اللي جايه. ما هو ده اللي انا بحاول اوصله لك من الاول وانت مش مركز معايا. مفيش اي تطور لا في الحس الفني ولا في الحس الامني. يا اخي اتفضل اعطي مني الدور. دينا جينا، هنعمل ايه بقى؟ انا عشان اخد قرار زي ده محتاجه مكان هادي عشان اقعد افكر فيه. ايه رايك اطلع السبا اعمل مساج؟ سبا ايه ونيله ايه دلوقتي؟ خلينا نخلص. شريهان انا مش مصدقه اصلا ان انا واقفه في اوتيل. الاماكن النظيفه وحشتني قوي. وانا كمان وحشتني قوي. اوعدك اول ما ناخد الفلوس هنبلبط كده في السبا. يا جماعه احمد فاهم اهو. ازيك؟ اخبارك ايه؟ سنة طيبة. ولا يهمك، اتفضل ولا يهمك. اهلا. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ تمام؟ الحمد لله. اوكي طبعا. سيب. طب هنعمل ايه؟ بص انا عندي فكرة وربنا يسامحني عليها. انت هتاخدي شريهان وتروحوا الحفلة ورا احمد فهمي، وانا هطلع انا وهاني فوق الأوضة بتاعته، هنجيب العدد. طب وانت هتعرف رقم أوضته منين؟ دي بقى سيبوها عليا انا. ايوه هتعمل ايه؟ مالكيش فيه بقى، انت بس اعملي اللي قالك عليه، خليكوا ورا احمد فهمي، واول لما تلاقوه طالع على الاوضه بتاعته كلمونا على طول. اوكي يلا. احنا هنعمل ايه؟ مالكش فيه بقى. ايوه ايه اللي ماليش فيه؟ قول لي هتعمل ايه عشان هنرتجل. طب يلا نرتجل. ماشي بس خليك معايا. ايوه انا هروح فين؟ ما تجاريني في اللي انا هعمله. ماشي اخلص. انت هتسرق ورد؟ على فكرة هاني ده ورد مش بطاطا، على ورقة الجيران دي. الله بالخير. أهلا وسهلا يا فندم. حياك الله. أهلا وسهلا. أبي أعرف غرفة الفنان أحمد فهمي. وأنا أبي فوق الشجرة. لا تؤاخذه، يعشق الكوميديا، نسميه عندنا الخليج كوميدي. هو في الدور ال 23 غرفة رقم خير يا فندم؟ لا كنت هتكون رقم كام؟ رقم. أيوة بس أنا كنت عايز أتشرف بحضرتك. تتشرف بينا. اني الا اني اسمها اني انا الامير محمود سليمان امير نزلة السمان، وهذا شيخ العرب همام. ايوه طب ما تقول له ايه. طب بص دي ايوتش ايوتش ايوتش، معنى هدية من امنا الشيخة نعسانة.
ما بنعطي هذه الورود النادرة الوجود للفنان أحمد فهمي. وهي فين يا فندم؟ هي معاكوا هنا؟ يقول لك الأميرة نعسانة. نعسانة نعسانة كيف تسوي نعسان؟ طيب ما فيش مشكلة، هيكسبها لنا وإحنا هنوصلها. نسيب الورود هنا يصير هذا؟ والله ما يصير هالكلام. ما يصير، ما يصير هالحكي، ما يصير. تبوظوها، هذه ورود رقيقة تحتاج معاملة. طيب هستأذنكم بس أسأل المدير وأجي أرد عليكم. أخوي تشيك مع المدير، تشيك تشيك. هيا ايه رايك؟ ايه راي ايه خيو؟ انت بتقول ايه؟ ده مش خليجي، ده خليجي مية مية. احنا ما بنقولش خليجي، ما تكذبش على نفسك. خليجي والله يا ابني، انا 7 سنين في جامعه الدول بلقط الخلايجة واقعد اتكلم معاهم ودي ودي ودي. انت بتلقط ناس كتير فبتقول كله مع بعضه فخفخينا. طيب ما احنا كنا بنقعد عند فرغالي بشوفهم هناك. انا اسف جدا يا سمو الامير، مش هقدر اديك رقم غرفه الاستاذ احمد فهمي. كافي، ما تسوي رقم احمد، عايز ابقى الحقيقه. نعم نعم، المدير قال لك مو يصير. الحقيقه قال مو يصير. هو المدير خليجي حبيبي؟ أكيد ما قال لك مو يصير. كيف تشي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتنا هي السلام كما ترى. كان يا مكان، يا سعد يا إكرام، معك الأمير فلان ابن علان. لا ده أمير في ألف ليلة وليلة. لا، في مملكة كليلة ودمنة. ابن الأميرة ندمانة بنت علانة. ندمانة بعد ما جابتك طبعا. ندمانة من ساعة ما اتزوجت أبي. وخليك في حالك، معي ورود من أجود وأنظر أنواع الورود والزهور، أبي أن أعطيها للفنان أحمد فهمي. خي المدير قال مو يصير. ليش ما يصير؟ مو يصير، وبعدين إحنا جايين الأول. شنو جيت الأول؟ أنا جاي بعدك وأخدش قبلك. كيفتش؟ كيفتش؟ يا أخي أرحمكم الله. كيفتش؟ أعديه أعديه يا أخي، خد علاج. مو ينفع يومو يصير وإحنا جايين الأول، وبعد عننا يا قاطع الطريق يا وجه الكنجرو. أنا وجه الكنجرو؟ إي نعم. وتضرب الكرش؟ نعم. هذه إهانة ما يمحوها إلا الدم. إلا الدم؟ نعم الدم. وين؟ قص لحك. وينو؟ قص لحك. العزة لنا ولا عزة لك. والسبب يا 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 جماعة، يا جماعة من فضلكم اتخانقوا على جنب شوية. احنا مو نتخانق، احنا نتعارك. وايش دخلك انت؟ طب معلش اتعاركوا على جنب شوية. احنا مو نتخانق، احنا نتعاتب. نعم. طيب معلش اتعاتبوا على جنب شوية من فضلكم. نتعاتب على جنب، نتعاتب. تعالوا نتعاتب خلف الجبل. هيا بنا خلف الجبل. هيا بنا. أين الجوال؟ منك لله يا شيخ، بوظت لنا المصلحة. مبسوط دلوقتي عم ضحي؟ ضحي؟ انت ايش عرفك ان انا ضاحي؟ يا سلام يا اخوي، انت حويط انت قوي يعني يا ابني. ما انت زي ما انت، شنبك هو هو وشعرك هو هو وادائك هو هو، البورسعيدي زي الخليجي. لا ما شفتنيش في الصعيدي والحجاله اجنن. ما شفناش يا سيدي. بصوا بقى للاخر، انا عارف ان انتوا جايين عشان خاطر العدد، وانا كمان جاي برضو عشان خاطر العدد، فناخد العدد وبعد كده نتصافى. طيب وانت هتعرف رقم الاوضه منين؟ دي شغلان تاني ولا مؤاخذه؟ طب ولا مؤاخذه، احنا ايش ضمننا اللي الكلام اللي انت بتقوله؟ يعني لما نجيب العدد مش تاخده مننا زي كل مره؟ هادي خلاص، خشوا انتوا الاوضه وجيبوا العدد وخلوه معاكم، وبعد كده هيبقى يحلها ربنا. طيب ماشي، ممكن نتكلم خليجي شويه عشان ما نتفقس؟ عشان انا حاسس ان احنا من سينا مش من الخليج. خلاص نغني اغنيه خليجي لحسين الجسمي. اما براوه براوة، أما براوة دور حبيبي طراوة آخر طراوة. قلت حبيبي ملانة عطشانة يانا. الفراشة البيئة دي، ده لو كان الواد هاني هنا كان زين العيد ميلاد ده حلاوة. والنبي يشري هنا، اسكتي انت وهاني بتاعك ده. Thank you.
بس الواد وانا بكتفه اديت حشرت في زوري. وانت اللي كنت عمال تعضني؟ يخرب بيتك. هو انت معلش معلش بس الحمد لله لبس الواد قضانا احنا الثلاثه. اه عملنا كوي بيست. شيرين ها عم دهب قاعد هناك فين؟ اهو هناك اهو. هاي السويت. طب الدهب بقى لحسن يعرفنا ايه اللي جابه ده. بصوا بقى ادي كشف بارقام الغرف واسامي الناس اللي نازله فيه. ثانيه واحده معلش المدام ده وقته ده وقته. الو يا شوش. اياد يا هاني بقول لك ايه خلي بالك عشان عم دهب هنا. ما انا عارف ما هو ضاحي معانا. ضاحي ضاحي بيعمل معاكوا ايه الله يخرب بيتك. ما تقلقيش على فكره الواد ده طلع محترم وغلبان وعمال يساعدنا من الصبح. اياد ما هو كل مره بيقولوا كده. اياد ما تقلقيش المره دي امان. يا هاني اسمعني يا هاني ما ينفعش تعمل كده. شفتي بقى هاني اللي انت فرحانه بيه؟ استني بقى دلوقتي يا نيلي بقول لك ايه. هو البوفيه هنا اوبن ولا علب؟ علب يعني ايه؟ بوكسس بوكسس. انا اتغيرت انا اتغيرت. بصوا بقى ادي كشف بارقام الغرف واسامي الناس. لا مؤاخذه تليفون عايزين نخلص بقى. الو بقول لك ايه خلي بالك نيلي وشريان هنا. اه ما انا عارف ما هو هاني وسيف معايا. الحاج بيعملوا ايه يا متخلف انت؟ ما تقلقش ابو الدهب بيه كله تحت السيطره. سيطره ايه وباب ايه بس الله يخرب بيت مخك. وخلاص بقى ابو الدهب بيه. الله هو كل شويه شتيمه شتيمه مفيش حد ولا سكريه. مع السلامه ابو الدهب بيه عشان هخش الحمام لا مؤاخذه يعني مزنوق. مع السلامه مع السلامه يا ساتر. قال لك خلي بالك من هاني وسيف. اه بصوا بقى ادي كشف شتمك. قال لك ايه؟ انا متخلف. طب عادي يا عم. بصوا بقى ادي كشف بارقام الغرف. ما خلاص يا سيدي عرفنا. طب ادي الماستر كي اهو. ماشي ماشي. الاوضه رقمها 2305. طيب ده بقى انا اخربش الكارت يطلع لي رقم ادخله على الباب يفتح. دخله على الباب ايه ويفتح ايه يا ابني؟ انت بتقول ده المفتاح. افتح يا جماعه انتوا هتروشوا. يا ابني ده المفتاح الممغنط. الايه؟ ممغنط. طب خليه معاك انت. في ايه ده ممغنط؟ ما انت عيل ممغنط فخليه معاك انت احسن. يا جماعه ما تمغنطوناش بقى. خشوا انتوا الاوضه سلكوا العدد وانا هقف لكم بره. انا دورجي لو حد جه هخبط واجري. ايه المعيله دي؟ ايه ده؟ انت وانت صغير كنت تطلع عماره وتقوم مخبط على الباب ده وتجري تجري تخبط على الباب التاني وتجري والجيران يطلعوا يفكروا ان هم اللي خبطوا على بعض. اه انت كنت بتعمل كده. ايوه صح. وكنت برمي بومب على راس الناس بعيد. انا كنت اتف عليهم. والله العظيم انت كنت بتعمل كده برضه تخبط وتجري. لا انا كنت بروح مع اصحابي اروح ارن الجرس صحابي يجروا وانا ما بلحقش اجري بقى. اه كنت انت اللي بتلبسها. ايوه كنت بروح موجوع بس مبسوط. موجوع بس مبسوط؟ مش بقول لك علم مغمض صدقتني. ما هو صاحبك انت وصاحبي انا. يلا بقى خش وسلكوا العدد بسرعه. ماشي بقول لك ايه وانت صغير كنت بتجيب سلك المواعين تولع فيه وتعمل كده اهو. اه واجيب واجيب بصمان صلب كده واجرح بيه عربيات ناس كده. كنت مؤذي. ايوه مجرم مجرم. خلاص بقى خشوا بقى يلا سلكوا العدد بسرعه قبل ما نتكشف. يلا يلا يلا. عارف انا هاني وانا صغير كان ليا واد صاحبي بيجيب بيرسول ويجيب ولاعه كده ويطلع نار جامده جدا اقسم بالله بجد وحياة ربنا. ده واد رهيب قوي. لا اله الا الله. ايه ده فتح فعلا الباب؟ ايوه فتح الباب. بقول لك انا الكارت ده يلزمني. هتعمل بيه ايه يا هاني؟ اصلا لما بتاخر ابويا بيقفل الباب وانا بسوح. فهتاخد ده عشان يفتح باب بيتكو الحديد ابو جنزير يعني ده هيفتحه بالظبط. خده يعني ليه خالص؟ اه خده ليك خالص. على فكره انا في عيد ميلادك هجيب لك هديه. لا مش معنى انا جبت لك هديه تقوم انت جايب لي هديه. ده شغل بقى بتاع عيال صغيره. عشان ما تفتكرش ان انا عيل تنح ولا حاجه. وانت اخويا يالا. تعالى بس اوبا. شفت يا عم احمد فهمي قاعد فين؟ اه اوضه الاجه. اه الواحد بقى ايه يدور وهو رايق. بالظبط. يلا ندور. يلا بينا. انت يا عم بتعمل ايه؟ في ايه؟ بتعمل ايه؟ ما هو لازم لما ندور نقلب الاوضه كده. اه صح ايوه ايوه عشان احنا نلاقي الحاجه. صح اما نلاقيها ازاي؟ بالظبط. استنى اشوف الشنطه دي فيها ايه.
ايه ده؟ عشان نحس ان احنا بندور لازم نعكش الحاجات كده. ماشي ماشي عندك حق. انت بتعمل ايه؟ ايزو يا رب يطلع على قد يا رب. على قد. ايه ده تصدق حلو عليك؟ بكتاب الله. خده. الله والله انت واد جدع. خد ده بقى اديه لخالك محسن. ايه ده؟ هيبقى عسل فيه. لا خلي محسن برضه هيلبس اخضر. طب خد خد ده اديه لمحسن. اه الاصفر حلو. انا عارف دماغكو. بس انت تعرف خلي محسن منين؟ إيه؟ مش انت حكيت لي عنه كتير؟ اه انا بنسى اصلي معلش. شيل دول هنا ودول هنا. فكرني بيهم ماشي؟ ايه ده؟ ايه؟ ايه ده؟ هو مش احمد فهمي ده بتاع سمير وشهير وبهير؟ اه هو. امال ايه ده؟ هو ده تلاقيه بتاعهم هما التلاتة. ايوه هما التلاتة عشان كوميديين. ايوه صح. ممكن تلاقيهم بيعملوا بيفكر او حاجة. اوه يلبسوها او انت عارف. او ده بتاع شيكو بس على فكرة. ايوه العسل ده. ايوه. هاتوا نساوموا عليه ده. ولا هاني. ايه؟ بص ده بقى يكمرك في الشتاء. قيسوا كده؟ حلو. مفيش تيشيرتات بقى كده عليها. هو احمد فهمي بيشتغل في بورسعيد ليه؟ معاه ايه ده؟ معاه باله في قلب الشنطه بس حاجات حلوه بقى. ادي كشف بارقام الغرف واسامي الناس. لا مؤاخذه تليفون عايزين نخلص بقى. الو بقول لك ايه، خلي بالك نيلي وشريان هنا. اه ما انا عارف، ما هو هاني وسيف معايا. حاج بيعملوا ايه يا متخلف انت؟ ما تقلقش ابو الدهب بيه، كله تحت السيطره. سيطره ايه وباب ايه بس؟ الله يخرب بيت مخك. وخلاص بقى ابو الدهب بيه. الله، هو كل شويه شتيمه شتيمه، مفيش حد ولا سكريه. مع السلامه ابو الدهب بيه عشان هخش الحمام. لا مؤاخذه يعني مزنوق. مع السلامه مع السلامه. يا ساتر. قال لك خلي بالك من هاني وسيف. اه بصوا بقى ادي كشف. شتمك قال لك ايه؟ قال يا متخيل. طب عادي يا عم. بصوا بقى ادي كشف بارقام الغرف. ما خلاص يا سيدي عرفنا. طب ادي الماستر كي اهو. ماشي ماشي. الأوضة رقمها 2305. طيب ده بقى أنا أخربش الكارت يطلع لي رقم أدخله على الباب يفتح؟ دخله على الباب إيه ويفتح إيه؟ يا ابني أنت بتقول ده المفتاح. افتح يا جماعة أنتوا هتروشوا. يا ابني ده المفتاح الممغنط. الإيه؟ ممغنط. طب خليه معاك أنت. في إيه ده ممغنط؟ ما أنت عيل ممغمط فخليه معاك أنت أحسن. يا جماعة ما تمغنطوناش بقى. خشوا أنتوا الأوضة سلكوا العدد وأنا هقف لكم بره نادولي. لو حد جه هخبط وأجري. إيه المعيلة دي؟ إيه ده؟ انت وانت صغير كنت تطلع عماره وتقوم مخبط على الباب ده وتجري تجري تخبط على الباب التاني وتجري والجيران يطلعوا يفكروا ان هم اللي خبطوا على بعض. اه انت كنت بتعمل كده. ايوه صح. وكنت برمي بومب على راس الناس بعيد. انا كنت اتف عليهم. والله العظيم انت كنت بتعمل كده برضه، تخبط وتجري. لا انا كنت بروح مع اصحابي اروح ارن الجرس صحابي يجروا وانا ما بلحقش اجري بقى. اه كنت انت اللي بتلبسها. ايوه كنت بروح موجوع بس مبسوط. موجوع بس مبسوط؟ مش بقول لك علم مغمض صدقتني. ما هو صاحبك انت وصاحب انا. يلا بقى خش وسلكوا العدد بسرعه. ماشي. بقول لك ايه، وانت صغير كنت بتجيب سلك المواعين تولع فيه وتعمل كده اهو. اه اه واجيب بوسمان صلب كده واجرع بيه عربيات الناس كده. كنت موزي. ايوه مجرم مجرم. خلاص بقى خشوا بقى يلا سلكوا العدد بسرعه قبل ما نتكشف. يلا يلا يلا. عارف انا هاني وانا صغير كان ليا واد صاحبي بيجيب بيرسول ويجيب ولاعه كده يطلع نار جامده جدا اقسم بالله بجد وحياة ربنا. ده واد رهيب قوي. لا اله الا الله. ايه ده فتح فعلا الباب؟ ايوه فتح الباب. بقول لك انا الكارت ده يلزمني. هتعمل بيه ايه يا هاني؟ اصلا لما بتاخر ابويا بيقفل الباب وانا بسوح. فهتاخد ده عشان يفتح باب بيكو الحديد ابو جنزير يعني ده هيفتحه بالظبط. خده يعني. ليه خالص؟ اه خده ليك خالص. على فكره انا في عيد ميلادك هجيب لك هديه. لا مش معنى انا جبت لك هديه تقوم انت جايب لي هديه، ده شغل بقى بتاع عيال صغيره. عشان ما تفتكرش ان انا عيل تنح ولا حاجه. انت اخويا يالا. تعالى بس. اوبا شفت يا عم احمد فهمي قاعد فين؟ اه اوضه الاجه. اه الواحد بقى ايه يدور وهو رايق. بالظبط. يلا ندور. يلا بينا. انت يا عم بتعمل ايه؟ في ايه؟ بتعمل ايه؟ ما هو لازم لما تدور نقلب الاوضه كده. اه صح ايوه ايوه عشان احنا نلاقي الحاجه. صح امال هنلاقيها ازاي؟ بالظبط. استنى اشوف الشنطه دي فيها ايه. Thank you.
ايه ده؟ عشان نحس ان احنا بندور لازم نعكش حاجات كده. ماشي ماشي عندك حق. بتعمل ايه؟ ايسو يا رب يطلع على قد يا رب. على قد. ايه ده تصدق حلو عليك؟ بكتاب الله. خده. الله والله انت واد جدع. خد ده بقى اديه لخالك محسن. ايه ده؟ هيبقى عسل فيه. لا خلي محسن برضه هيلبس اخضر. طب خد خد ده اديه لمحسن. اه الاصفر حلو. انا عارف دماغكو. بس انت تعرف خلي محسن منين؟ إيه؟ مش انت حكيت لي عنه كتير؟ اه انا بنسى اصل معلش. شيل دول هنا ودول هنا. فكرني بيهم ماشي؟ ايه ده؟ ايه؟ ايه ده؟ هو مش احمد فهمي ده بتاع سمير وشير وبهير؟ اه هو. امال ايه ده؟ هو ده تلاقيه بتاعهم هما التلاتة. ايوه هما التلاتة عشان كوميديين. ايوه صح. ممكن تلاقيهم بيعملوا بيه فقرة او حاجة. اوه يلبسوها قوي انت عارف. او ده بتاع شيكو بس على فكرة. ايوه العسل ده. ايوه. هاتوا نساومه عليه ده. ولا هاني. ايه؟ بص ده بقى يكمرك في الشتاء. قيسوا كده؟ حلو. مفيش تيشيرتات بقى كده عليها. هو احمد فهمي بيشتغل في بورسعيد ليه؟ معاه ايه ده؟ معاه باله في قلب الشنطه. بس حاجات حلوه. انا شاكر لمستر شاكر على دعوتنا النهارده وبشكره اكتر لانه وثق فيا ومضاني برنامج في قناته الجديده. والله العظيم والله العظيم ده أكتر راجل خير شفته في حياتي. استغفر الله العظيم يا رب. مفيش محتاج خبط على بابه ورجع مكسور الخاطر. مفيش زميلة أو فنانة نزلت من شقته مش واخدة حقها وزيادة. وده اللي شجعني عشان أمضي معاه برنامجي الجديد. وعلى فكرة اللي هيقدم معايا البرنامج ده مستر شادي شاكر. احنا يمكن استقرنا على اسم مبدئي للبرنامج وهو انا وشادي اتربينا سوا لعبنا على الحبل وركبنا الهوا. البرنامج ده ممكن الناس تقول مستر شادي بيقدمه معايا كمحسوبيه او واسطه عشان ابن صاحب القناه. انا بقول لكم لا خالص والله العظيم والله العظيم كمان مره لا واسطه ولا محسوبيه. استغفر الله العظيم يا رب على الحفنات الكذب دي. كان في اسامي كبيره جدا مرشحة إنها تقدم معايا البرنامج زي أستاذ وائل الإبراشي، أستاذ معتز الدمرداش، أستاذ جابر القرموطي، أستاذ توفيق عكاشة. أظن بعد الأسامي دي كلها عرفنا ليه اخترنا مستر شادي. خلاص أقفل إيدي. حاضر يا باشا حاضر قدامك هجيبها من الأوضة بسرعة بس وإيه؟ الحقيقة شرهين ده هيطلع الأوضة. طب تفتكر جوز الخيل اللي معانا دول خلصوا اللي بيعملوه ولا لسه؟ أكيد لو كانوا خلصوا كان سيف هيكلمني. يا مصيبتي يا خرابي الهم مكبب على بابي. وبابي أنا كمان. هنعمل إيه؟ مش عارفة. بس ده ما ينفعش يطلع لازم نثبته هنا. أنا هتصرف تعالي. أحمد فهمي. إزيك؟ عامل إيه؟ الحمد لله. ممكن ناخد من وقتك بس 5 مينتس؟ معلش أنا لازم أطلع الأوضة بسرعة عشان أجيب حاجة وهنزل على طول. لا ده هما 5 دقايق مش هناخد من وقتك كتير. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ إيه ده؟ في حد مضايقك يا فنان؟ في ايه؟ انتوا معاكوا دعوات؟ ها انت ازاي بتكلمنا كده؟ انت مش عارف احنا مين؟ انتوا مين اصلا؟ احنا الفهماويين. الفهمة ايه؟ الفهموية. يعني رابطة محبي احمد فهمي. بجد؟ هو انا في حد اصلا بيحبني؟ ايوه طبعا انت عندك فانز كتير جدا. احنا عاملين لك بيج على فيسبوك فيها انا وبنت خالتي ولايك 3 كمان اصحابنا. لا لا ونسيتي شهاب وعلي ولاد طنط اعتزال بيحبوك. شهاب وعلي طب امسك انت اخلع خلاص مش مشكله. انا جيت فات مش مناسب. اتفضل اتفضل امروني خير حضرتك. انا اختي صوتها حلو قوي ونفسي تسمعها. طب انا هطلع بس بسرعه اجيب حاجه وهنزل. اعملي فكره تسول تسول سعاده البي. على فكره انا عايزه اقول لك على حاجه. انا بغسل الكلى وكان عندي جلسه النهارده وما رحتهاش عشان اسمعك صوت اختي اللي فيها شبه من غدا عبد الرازق دي. لو سمعتها وهي بتغني اغنيه بونسواري مش هتندم صدقني. طب 5 دقايق وهنزل اسمعها والله العظيم. انا مش ضامنه اعيش الخمس دقايق دول يا بيه. ما تعيطيش يا غيضه. لا حول ولا قوه الا بالله. حس بقى ان الموضوع انساني. انا هخليكي تغني. هتطلعي دلوقتي حالا تركبي مسرح وتغني بس على شرط واحد بس. تقولي ان انا جايبك هديه لابن صاحب القناه.
انا مصدومه فيك. انت ازاي مش طيب؟ مش زي ما بتطلع في التمثيل والانترفيوز. امال ايه، بكره لما تخش الشغلانه هتعرفي انها ماشيه كده. الجهاز حلو على ما قدمك. لا حول ولا قوه الا بالله. شفتي بيعمل ازاي يا نيل؟ خلاص مش مهم، المهم انه مش هيطلع الاوضه. احنا بقى هنعمل ايه دلوقتي؟ تعالي. مش لا اي حاجه، وانت هتفضل نايم كده سايبني ادور لوحدي؟ مالك يا سيف متعصب ليه؟ متعصب عشان احنا في الدور ال 23 وانا عندي فوبيا اماكن مرتفعه. الله يقطعك ويقطع فوبيتك. فوبيا اماكن مرتفعه واماكن منخفضه واماكن سياحيه، كل حاجه فوبيا. ممكن تبطل كسل وتقوم تدور معايا؟ مش كسل يا ابني، مش كسل، هو السرير بيسحب كده وبيخليك مش عايز تعمل اي حاجه. يا سلام، يعني السرير بيسحب، يعني انا لو جيت جنبك دلوقتي يا نعيم بجد مش قادر. ده مريح قوي يا هاني. جامد صح؟ جامد جدا. لسه بقى هظبطك دلوقتي. هظبطني ازاي؟ هنطلب اتنين مساج يمغنطوك. انت متخلف يعني، واحنا معانا فلوس للمساج يا ابني؟ ما هو الحساب على صاحب الاوضه. ايوه صح. طيب افترض طلع عندي فوبيا من المساج. ممكن ما يبقاش عندك. وممكن يبقى عندي. وممكن ما يبقاش عندك. جمد قلبك، النور هيام عينيك، مفتاح باب الاوضه قصادك مد ايديك. يا عم اخلص بقى، انا عندي فكره. ايه؟ طالما احنا مش هندفع فلوس واي حاجه لينا، احنا نجيب اكل. انا بقالي كتير قوي ما اكلتش وجعان قوي، وكل الاكل اللي بناكله معفن قوي. ماشي، بس ممكن يكون عندك فوبيا من الاكل، يعني ممكن يكون عندك فوبيا من الخضار مثلا. لا لا، انا ما عنديش فوبيا من الخضار. انا عندي فوبيا من حاجه واحده في الخضار. ايه هي؟ القته يا هاني. مين يا ابني ما عندوش فوبيا من القته؟ اطمن يا سيف، انت انسان كويس. أنا محضر لكم مفاجأة. الفرقة اللي جاية تغني دلوقتي حالا جاية مخصوص، والله العظيم، والله العظيم كمان مرة أنا معطلهم عن التور بتاعهم في أمريكا. استغفر الله العظيم يا رب. كل ده عشان عيون شادي. يا نهار اسود،
هاني ولا هاني انت فين؟ تعالى انت اسم الجرس الاختراع. اختراع ايه؟ البني بيزبزب والمايه بتضرب في حتت. بتضرب في حتت فين؟ لا مش هحرق لك. اقلع وانزل. اقلع ايه؟ احمد فهمي جه. اللي جابه ده؟ اللي جابه احنا في السويد بتاعه. طب روح الهيل. اليسك قدم له حاجه اتكلم عليه. ابنه هيتنيل على عينك. انا اتصرف. روح روح. همثل ايه؟ انا قتلت ناس كتير قوي في الشغلانه دي. هاني انت الدم بقى عندك رخيص يا سيف. والعمل هنعمل ايه في الجثه؟ لازم نخفيها طبعا. بقول لك ايه؟ روح هات لي الترولي. عايز الترولي يا حلولي. بسرعه بسرعه يا سيف بسرعه. لا الحق خد لي غطس عقبال لما يجي. زفت هاني. سيف رد عليكي؟ لا برضو موبايله مقفول. طب جربي تاني كده. ما بيردش برضو من البردة. مش هينفع نفضل واقفين كده. تاكسي. يلا اركبي. عملت ايه؟ كله تمام ابو الدهب. ايه جاد عاده ضح. لا كمان وسوحت لك العيال ودخلتهم لك اوضه تانية. خلاص ما انا قلت لك جدع يا ضح. ايه يعني انزلك شجر بجرايد؟ لا يعني ما اقصدش ابو الدهب ايه، بس الحكايه دي يعني عايزه لها حسابات تانية. اه طبعا انا عناية ليك يا ضح. غريبه انت وافقت كده على طول ابو الدهب. ايه يا ابني انت حبيبي. بقول لك انت حبيبي. وبعدين يعني هو الكلام بفلوس؟ دور. يلا اطلع. لا انا والله اطلع. حاضر حاضر ابو الدهب. ايه ما تنساش بقى وانت ماشي تناول العربيه بنزين وحاسبك بكره. ها حاسبني بكره والنبي ابو الدهب. ايه الله يخليك. ما عمري كلت عليك حاجه قد. لا ابدا. طيب اطلع. ابدا حاضر بكمله المصاريف. هما دول يا فندم اللي خطفوه، ولما رجعنا الشرايط لقيناهم واقفين في ريسبشن مع البنتين دول. هما دول نيل وشيرهان اللي انا بدور عليهم، واكيد الولدين اللي معاهم دول هاني وسيف اللي صباح قالت لي عليهم. ومين دول يا فندم؟ دي عصابه كبيره تستهدف النجوم، بس نهايتهم هتبقى على ايدي ان شاء الله. انا محتاج اروح الاوضه عشان اشوفها بنفسي. تقدر تتفضل يا فندم. ايه الاخبار؟ تمام يا فندم شغالين. هو المجنى عليه اختفى من امتى؟ ما نعرفش حضرتك. الهاوس كيمنج طلع بنص ساعه. لا الاوضه زي ما حضرتك شايفها كده بالظبط. ايه ده ايه ده؟ مين اللي سايب تليفونه مفتوح واحنا بنشتغل يا اساتذه؟ مفيش يا فندم كل تليفوناتنا مقفوله. امال ايه اللي انا سامعه ده؟ الو؟ لا انا مش هاني.
مين؟ أنا لقيت التليفون ده في الشارع. أيوة أنا اسمي سميدة. لا إحنا ما ناخدش حاجة حرام. قولوا لنا أنتوا فين وإحنا نجيبهم لكم لحد عندكم. أيوة أمال قولوا العنوان. عارف. أيوة على اليمين. أيوة عارف. مع السلامة. ده يا جماعه مش قادر استحمل. ايه ده يا اسود؟ ايه اللي انتوا شايلينه ده؟ بقول لكم ايه؟ احنا قلبنا الاوضه على العدد ما لقيناهوش، قلنا نجيبه بنفسه يقول لنا بقى فين العدد. هو مين ده؟ احنا لسه سايبينه في الاوتيل. سايبينه في الاوتيل؟ يا نهار اسود، امال مين ده؟ يعني هو طالع بدورين ولا ايه؟ اي 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 حرام عليكم، حرام عليكم، سيبوا نعيش، عيش فينه، بطلوا ضرب فيا. جدول ضرب ولا جدول حصص؟ تن 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 تن. ده الخليل كوميدي. طبعا انا الفانز بتوعك. شكرا ميرسي. هيسيبوه على عاوي. خليل كوميدي وكل الجو. الجو بيضحك اكتر من الجو. عسل عسل عسل. يا جماعه معلش، هو ايه البتاع ده؟ ده الخليل كوميدي مشهور جدا، مش عارف ليه. وايه اللي خلاكوا تختفوا الخليل ده؟ ما هو ده اللي كان موجود في الاوضه. يا جماعه دي قطي انا، قطي ولا قطتي؟ تن 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 تن. الحمد لله. يا جماعه في مصيبه كبيره، الراجل ده عارف شكلنا، لو سيبناه هيبلغ عننا، لو قعدناه هيشلنا ويطلع عين اهلنا. لا لا ده احنا هنسهر للصبح، ده هيضحكنا هيضحكنا. انا ممكن اضحكوا اقول لكم فوازير. يلا. ممكن اقول لك فزوره حلوه صغيره. ها عارف ان حلتها خدت وزتها. حبيبي قول لي ليه الدكتور بيدي للمريض بينج؟ تخيل معايا ليه؟ ليه خلوه؟ عشان الدكتور ما عندوش بينج بونج، بينج بونج وبلياردو. تن 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 تن. مش قادر. عسل عسل. ولا اقول لك نكته حلوه كمان. بصي، مره واحد اشترى قلمين، واحد يكتب بي والتاني يكتب سي. تن تن تن. اي خليل. اي قلبي قلبي. اي ليه قتلنا الخليل؟ علشان دمه تقيل. تترارارا تتت كده. قتلته البسمة، قتلته الضحك، أنا بحبه جدا. بس بقى متقلقوش متقلقوش، أنا هكلم حد دلوقتي خلصنا من جثته. إيه ده؟ موبايلي فين؟ تليفونك وقع منك في الشارع يا هلهطة، وفي راجل قال إنه هيجيبهولي، ما تقلقش. شارع إيه؟ أنا نسيت التليفون في الأوتيل. إيه؟ أمال مين الراجل ده وقال لي كده ليه؟ خرب بيتك، دول أكيد البوليس. طب اسود بوليس؟ أنت قلت له هيقابلك فين؟ قلت لهم العنوان وزمانهم جايين على هنا. طب يلا نهرب بسرعة. لا يلا. لا نهرب ايه يا جماعه؟ مش هسيب الخليل كوميدي. حبيتيه صح؟ حبيته قوي. ايوه شفته بيضحك. خلوني معاه. خلوني. يلا بسرعه. كيك على وشي. اجري. لو حد سألك ها قولي له ان خالتي ماشي. من عيني يا روحي. لا بالراحة عليا. ايه دي والنبي، هو هاني ما وصلكيش عليا ولا ايه؟ ها بالراحة عليا، ده انا متلصق. اتفضلي اتفضلي كده. اتفضلي. يخرب بيتك يا هاني. خشي خشي. طلعي لنا البريلو وحمري لنا الناجتس ماشي. انت واضح عليك ان انت شقي قوي. لا ده في همبرجر لسه، انا هبهدلك. يا لهوي مين ده؟ والمصحف ما عارف مين ده؟ بقول لك ايه؟ انتوا كام واحد بقى يا اخويا على كده؟ عرفني اهو من الاول. يا ست انا لوحدي بس، انا ده جثه وانا اللي قدامك، انا ما عرفتش مين ده. لا لا يعني هاني ما اتفقش معايا على كده خالص. ولا اتفق معايا على كده انا كمان. افتح لي بقى الجروب يا اخويا. مين؟ بوليس. يا نهار اسود. يا نهار اسود. يا نهار اسود. بوليس. حاضر حاضر. بقول لك بوليس. ايوه افتح. انت مش مصدقني. ماشي يا باشا مصدق. بوليس. ماشي يا فندم، اهلا وسهلا. افتح. معلش يا فندم بس بغير، بس انا اسف مش هينفع. انا بوليس اشوف كل الغيارات يا فندم. معلش بس مش هينفع بغير. فين نيلي وشريهان؟ مين نيلي وشريهان دول؟ بتوع الفوازير؟ ما تفرجش على فوازير. لا يا فندم معرفش. طب فين هاني وسيف؟ ايه الاسامي دي؟ انا شريف يا فندم، معرفش مين دول. افتح بقى ما تتعبناش. مع سعادتك اذن نيابه بس بعد اذنك. انت باين عليك متعلم وهترغي كتير. هتتعبنا. ايوه اتفضل. ده مني مطعم يا فندم. حبيبي اطلب سندوتشات وجبات اللي انت عايزه. حبيبي اتفضل، ربنا يخليك.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا. إيه ده؟ مين ده؟ ومين دي؟ حضرتك ده والله العظيم ما أعرفه. دي أنا لسه هموت وأتعرف عليها بس حضرتك ما ادتناش فرصة. دي اللي أنت سايبني بقى واقف على الباب وقاعد تغير علشانها. أنا ما لحقتش يا فندم، إحنا واقفين بهدومنا أهو. إيه ده؟ ده الخليل كوميدي. طب اتفضلوا معايا. طب بعد إذنك هتفضل معاك، بس ممكن أطلع أنا بس ربع ساعة وأنزل لك على طول. ربع ساعة؟ يا فندم حضرتك فهمت غلط، ده بس هو السلم اللي طويل، أنا هطلع أبصها وأنزل على طول بس بعد إذنك، أنا تعبان. اخس عليك، ده أنا كنت هاخدك مثل أعلى ليا. طب عشان السلم ده أنا هسيب لك ده وآخد دي. لا يا فندم ماليش في الكوميدي والله العظيم، تسيب لي ده ليه؟ أي أي أنا خلة خلة في الملافلة تن ترارارن تن تن. ممكن كفايه شرب بقى وطلبات عشان معناش فلوس، لو طلبنا سكر مش هندفع. اطلبوا يا جماعه اللي انتوا عايزينه، في عم سيف نبقى نجري ما فيهاش حاجه. ملك يا نيلي ما خلاص خلصنا. انا عمري ما هسامحك يا شيرين، حتى لو لقينا الفلوس وكل ده اتمسح من حياتنا I will never forgive you. ليه تخليني شكلي كده زي المقشطين من الشارع؟ مقشطين ايه بس؟ قسما بالله شكلك بالعبايه السمر سكسي بكتير عن شكلك العادي، والله شكلك يلوح المول كده، ده انا خايفه الواد هاني يبص لك. حلو تيدي شكلها بتبيع دره. اسم الله عليك يا عم هاري بوتر. اقسم بالله يا ست الكل انت لو فتحتي البلوتوث دلوقتي هتلاقي الشغل كده. اخرس انت يا هاني خالص، انت السبب في كل اللي احنا فيه ده. رايح تجيب لنفسك بدله وسيجار ب 800 جنيه واحنا الثلاثه جايب لنا لبس ب 100 جنيه. على فكره البدله دي ب 50 جنيه، الراجل قال لي السيجار عليه عرض ب 750 فما قدرتش اقاوم العرض. انت تعرف تشربه اصلا؟ اشربه ايه هو مش استحلاب؟ بس بقى يا هاني بس عشان مستقبلنا ضاع. وشريف زمانه اتحبس. والمجله مع عم دهب. بقول لكم ايه؟ ما تيجي نسلم نفسنا. نسلم نفسنا ازاي يعني؟ هو هنتحبس وكمان مش هناخد الفلوس. بقولك ايه؟ احنا نطلع على عم دهب في المكتب وناخد المجلة. يا سلام، وعم دهب ده هيدينا المجلة بالسهل. يا بنت عم دهب ده لو شافنا هيودينا للبوليس على طول. اصلا كل المصايب اللي بتحصل لنا دي بسبب عم دهب. عصابة النجوم كما اطلق عليها في الشارع المصري، نيلي وشريهان واتباعهم. اتباعهم؟ هما ما قالوش اسامينا ليه؟ واحنا مش قد المقام؟ ها ايه الصوره اللي حاطينها لي دي؟ انا عندي صور احلى من كده بكتير. صوره تقرف الكلب، صدقي بقى لو كانوا حطوا صورتك بالعبايه كانت تبهرك كده تبهرك. شيرين انت بتتكلمي كده ليه؟ مش عارفه، هو انا لما البس العبايه غصب عني بتكلم كده وتلاقيني بعمل كده. اوكي. من اخطر واعتى المجرمون وتبحث عنهم الشرطه بضراوه. وضعت مكافاه لكل من يعثر عليهم او يدلي بمعلومه عنهم. وقدرها 50,000 جنيها مصريا. ايه ده بدوبي؟ الخمسين حلوة ها؟ لا لا يا جماعة في ايه؟ انتوا اتجننتوا ولا ايه؟ انا لا يمكن ابلغ عنكم ابدا. تبلغ عنك؟ يبقى انت حاطط في دماغك اللي انت تبلغ. لا لا انتوا اللي دماغكم قذرة على فكرة. هو 50,000 علينا كلنا ولا على الراس الواحدة 50,000؟ شفتوا؟ مجرد سؤال على فكرة. خلونا دلوقتي نشوف بعض اللقاءات الحصرية مع ضحايا المجرمين. لا أنا نجيت من الموت بأعجوبة بأعجوبة بجد، والبنات دول أول ما اتكلمت معاهم عرفت إن فيهم حاجة مش طبيعية بجد. وأنا أحب أولا أشكر جمهوري العزيز طبعا اللي بيطمن عليا، وأحب أوصل رسالة للبنات دول. أنتوا عايزين إيه من الفنانين؟ عايزين مننا إيه؟ عشان إحنا الحيطة المايلة يعني؟ عايزين نبطل نغني؟ عايزين نبطل نمثل؟ مش هنبطل نغني، مش هنبطل نمثل، لا مهما خوفتونا ومهما أرهبتونا مش هتكتموا صوتنا. ها ايه الاوفر ده؟ طب عليا الطلاق لاخطفها. انا هقول لكم على اللي حصل بالظبط. انا شفت الموت بعينيا، كنت داخل الاوضه فجاه اغمى عليا، فجاه رحت لقيت العصابه، العصابه الخطيره. خطيره ولا فطيره؟ تن 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 تن. ومعانا دلوقتي لقاء مع والد احد افراد العصابه من داخل محبسه. وكمان بابي؟ انا من خلال برنامجكم بناشد بنتي، بنتي نيلي. والله وحشتيني قوي يا نيلي. لا بجد ريلي وحشتيني قوي يا نيلي. عايز اقول لك حاجه يا نيلي، سامحيني يا بنتي بس واضح ان الميول العدوانيه تجاه الفنانين عندك من زمان قوي ومتاصله. افكرك؟ لا لا اسمحي لي افكرك نيلي، من فضلك ما تقاطعنيش. فاكره في حفله عيد ميلادك لما جبت لك الاستاذ سمير اسكندراني وولعتي له في الدوغلاس؟ ينفع وبيغني اغنيته الجميله
يا نخلتين في العلالي يا بلحهم دوا. يا جماعه بابي فاهم غلط، انا ما عملتش كده، هو الراجل كان بيطفي معايا الشمع فلما وطى كده النار مسكت فيه. ايوه اكيد كان بيغني يا نخلتين في العلالي يا بلحهم، قام اتحرق وابو يا بلحهم. معرفش، مش فاكره انهي اغنيه بالظبط. نيلي يا بنتي الهرب لا يفيد، وانا احسن مثال قدامك، حاولت الهرب كتير وفي الاخر ما تقفش. نيلي الجريمه لا تفيد. وحشتيني يا جماعه، يلا نمشي من هنا بسرعه، الناس ابتدت تشوفنا وتشك فينا. هنروح فين؟ ما كل حته هنروح هتبقى متراقبه. بالظبط، وما تنسوش ان الناس دلوقتي بقت عارفه شكلنا، يعني اي حد هيشوفنا هيسلمنا على طول. دول 50,000 جنيه. انت مثبت ليه في 50,000 جنيه يعني؟ النفس ضعيفه قوي. طب بقول لكم ايه، نروح عند عم بندق. ما اكيد عم بندق ده كمان متراقب. هنشوف، يلا بينا. يلا يلا, يلا. اعملي اداء يا نيلي. ايه بيتشي يا صح، شفتي البدله الجينز اللي فيها جليتر دي؟ هموت واجيبها. لا يا حبيبتي، انا عجباني العبايه السمراء بالاسترس دي. اخواتك دول يا حماده كده، اوعى تصدق اللي بيتقال عليهم. والذبيده حلوه، والذبيده حلوه. هي فين الكيدز اريا؟ حالا هوديك الكيدز اريا دلوقتي. ودي يا خناجه، كلمينا الديلر عشان نسكور. ماشي، هجيب لكم بودو بقى. هو في ايه؟ من امبارح مش عارفين تعلقوه، امال انا هحقق معاه امتى؟ بعد اذنك يا فندم، طالما حضرتك مش عارف تعلقني، ما نقضي تحقيق كده احنا على الارض كده مفيش حاجه. ما انا بقول لك، فين اللي عيال اصحابك؟ انت اللي مش عايز تقول. انا ما اعرفش حاجه يا فندم، ما اعرفش عنهم اي حاجه. عايزني اصدقك؟ طب علقوه. لا استنى 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 يا فندم، انا ما اعرفش غير سيف يا فندم، سيف هو اللي جاب لي الناس دي، وهاني اللي جاب لي البنت. حضرتك فاكر البنت؟ ها؟ بغض النظر، حضرتك شكلك مش مصدقني يا فندم ولا ايه؟ لا مش مصدقك. طب يا فندم عرفت علقني بقى؟ ابقى علقني وريني بقى. اه علقك، علقوه يا باشا. ده تقيل قوي يا باشا، ده من امبارح عايزين نعلقه مش عارفين نعلقه يا باشا. طب عاجبك المحمضه دي يا فندم؟ عاجبك المحمضه دي؟ الناس تعبت قوي معانا والله. ارجوك يا فندم ريحني. طيب خلاص اضربوه هو على الارض. بسم الله ما شاء الله، نزل بقى. بسم الله ما شاء الله، فكره حلوه جدا. الله ينور يا فندم، انا بس هدي ظهري، انا اسف. ها حبيبي براحتك، انت مش غريب. اتفضل اتفضل بالراحه يا رجاله. ها لطيف قوي الولد ده. سيف بص كده كويس، في حد شايفنا ولا حاجة؟ مفيش أي حد. طب يلا بينا يا جماعة، ننزل نسترسب في الاستخبص كده من غير ما حد يحس بينا. يلا يا شوشو. يلا بينا. ماشي جاي معاكم. اه طب دي مش هتقوم، يلا بينا احنا يا جماعة. طيب خلاص يا شيرين، خليكي هنا، ولو شفتي أي حد ولا بوليس ولا كده كلمينا على طول. مش اوكي شيرين، ما تناميش، هنروح في داهية كده. مش عيب عليكي وأنا حمادة. يلا بينا. يلا يلا بسرعة قبل العربية دي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاج، اتفضل. سيف بص كده كويس، في حد شايفنا ولا حاجة؟ مفيش أي حد. طب يلا بينا يا جماعة، ننزل نسترسب في الاستخبص كده من غير ما حد يحس بينا. يلا يا شوشو. يلا بينا. ماشي جاي معاكم. اه طب دي مش هتقوم، يلا بينا احنا يا جماعة. طيب خلاص يا شيرين، خليكي هنا، ولو شفتي أي حد ولا بوليس ولا كده كلمينا على طول. مش اوكي شيرين، ما تناميش، هنروح في داهية كده. مش عيب عليكي وأنا حمادة. يلا بينا. يلا يلا بسرعة قبل العربية دي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاج، اتفضل.
هو منزل نغمات للجرس؟ استنى اضرب انا. تضرب بس يا ماما، هو هنلعب؟ يا جماعه اكيد البوليس قفش دلوقتي وعمال يعذبه عشان يقر علينا. يا حبيبي يا عم بندق. يعذبه يا متخلف انت، البوليس هيجي له البيت يعذبه في البيت؟ ده البوليس لو عايز يعذبه هياخده الاسم يطلع عين اللي جابوه هنا. ممكن يكون الاسم زحمه ومفيش مكان. طب تفتكروا مين اللي هيكون بيعذبه؟ بقول لك ايه، تعال نشوف من الشباك. انا ما اعرفش حاجه. طب صدقوني انا ما اعرفش حاجه. الراجل ده شكله هيتعبنا قوي يا ابو الدهب بيه. لا 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 لا، ده بقاله اكتر من 3 ساعات مش عايز يتكلم. بقول لك ايه، شغل السلك. بلاش السلك بقى. ايه ده، ده عم دهب وضحي جوه. بلاش السلك. عليا. اه الحقوا ده بيكهربوه بيضحك، روحه حلوه قوي الراجل ده. يا حرام. يا حرام ايه يا جماعه، دول بيزغزغوه. الراجل حاطط السلك في بقه والسلك التاني في رجله. يا غبي يا غبي، يخرب بيتك، بموت بموت. اكيد هو بيغلس عليهم مش عايز يقول لهم معلومات. هو احنا يعني كنا طلعنا منه معلومات؟ اكيد مش فاكر حاجه. خلاص هعترف هعترف هعترف. ما كمل اول وتريح نفسك. قول. طب 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 انتوا عاوزيني اعترف بايه وما اعترف دلوقتي؟ الكلمات المتقاطعه بتقول ان حل اللغز في قصه ميكي والاوضه السحريه، والقصه قدامنا اهي قريناها يجي 400 مره مش فاهمين منها حاجه. ايوه ايوه، ما معروفه دي، ما هو ده فيلا ابو الخير جدي ميكي. انت عرفت ازاي؟ اهو مكتوب يافطه على على السور بتاع الفيلا، فيلا ابو الخير. طب فين بقى حاجات الاوضه المسحوره؟ لا ما دي حكايتها حكايه كبيره قوي قوي، يعني متعه بصراحه متعه. احكي. احكي لكم؟ قول. صحيح بس هي طويله شويه. قول. يا سلام، في يوم شمسه يعني كانت ساطعه، في يوم قمري جميل كده الشمس كانت متعامده على وش رمسيس الثاني في معبد ابو سمبل. ايوه والله العظيم كده. هو فجاه رعد زلازل براكين مطر. اليوم ده هو اليوم اللي كان إذانا بقدوم الواد ميكي ابو الخير. فين بقى حكايه الاوضه السحريه؟ ما هي جولفران هانم في نص الليل. هوب هوب، شالوها من هنا لهنا ومن هنا لهنا، هوب القرن طش واتولد ميكي. ما انت لسه قايل الحكايه دي، فين بقى الاوضه المسحوره؟ هسيبه سيبه يا ابو الدهب بيه، خليه يكمل، دي الحكايه لسه هتحلو. كمل يا عم بنداري، اوعى الداري. حصل ايه؟ جولفودان هانم بقى بعد القرن ما طش هوب راحوا شايلينها، قالوا ايه نوديها المستشفى بقى ودكاتره وحاجات كده، هم دي لحقوها. هوب وهم بيشيلوها كده الواد ميكي راح عامل مجرس فيها ابن لذينة، طلعت نص راسه. الحقوني الواد نص راسه طلع بره. راحوا شايلينه فاتحين اوضه حطوها في الاوضه على سرير، بوم الواد اتظلم. ياه سبحانه ما اعظم شأنه. انت بتستغرب على ايه؟ وبقول لك اتولد واد براسين. اه صح. ايه علاقه اللي انت بتقوله بالاوضه المسحوره؟ ما هي سموها الاوضه المسحوره عشان الواد اتولد فيها من غير لا دكتور ولا داية ولا مستشفى ولا حاجة أبدا. يعني فين أم الأوضة السحرية؟ ما هو قال لك قبل كده يا أبو الدهب بيه، وحضرتك ما فهمتش، عندي بيت مكاوي. يلا فوق وخلي. يلا معانا. يلا معانا فين؟ معانا فين؟ هروح على البيت ده. الله، طب ما أنت عرفت الأوضة المسحورة فين؟ ما تروح أنت. فين حتة الأوضة المسحورة؟ الله، ما أنت عارف هي فيلا أبو الخير. يلا رجلك على رجلينا لغاية ما أخد الفلوس. لا أنا مش رايح. مش رايح؟ أيوه. شغل السلك. طب يلا نمشي من هنا لاحسن يشوفونا. نمشي ازاي يا ابني؟ احنا لازم ناخد المجله. ايوه ناخد المجله ازاي يعني؟ نخش عن نضربهم وناخد المجله؟ خلاص يا جماعه سيبوا الموضوع ده عليا انا، تعالوا ورايا بسرعه. يلا تعالوا تعالوا. اسمعوا ركزوا كويس، كل واحد هياخد عصايه، اي حد هيطلع هنديله على دماغه ونسحبه على طول. مش معنى بقى انت مديني بقى انت العصايه الطويله وخدت انت القصيره عشان تلخ... ت...
تلاخمني. لا عشان لو كنت اديتك الصغيره كنت هتقولي اشمعنى انا اللي واخد الصغيره. انا عارف ان نوعيتي كويس. طب معلش يا هاني، ممكن نبدل ما بعد عشان العصايه بتاعتي فيها شوك. ما بتحبيش الشوك؟ لا ماشي خدي دي من غير شوك. ثانك يو. ماشي يلا يا جماعه احنا خبطناهم هنقتلهم. لا لا هنضربهم. انا مش كل يوم اقتل حد يا هاني. ما تخافش ما تخافش. سيف بطل جبن. يلا يلا. يلا قدامي. حاضر بس واحدة واحدة عليا. رجلها بتوجعني. لا خليك قدامي. أنا مش فاهم بس أنتوا واخديني معاكوا ليه؟ ها؟ أنا هعمل معاكوا إيه ولا إيه؟ إيه ده؟ إيه اللي أنت عملتيه ده؟ مش أنت قلت أي حد يطلع نضربه؟ بس مش عم بنداري. عم بنداري شو عم بنداري؟ خير الله. خير الله خير الله مين؟ انا همشي انا مش بتاعت الحاجات دي. خير الله ما فيش حد اسمه خير الله عموما. حاول العيش بلدن العيش بلدن. ايه ده صاحي انت؟ لسه صاحي يا ضاحي؟ اه لسه صاحي. مين اللي علمك مسكه النبوت يا ابن النبي؟ اتفرجت على فيلم التوتو النبوت. اه مش بالمسدس. يا اخينا. ايوه من عند ربنا دي. انتقمت انتقمت. عامل اللي فيها رامبو ده لو جبت كلب كان حرسني. تفوق عليك. ها يا سيف فهمت حاجه ولا اي حاجه؟ طب هي القصه بتقول ايه؟ القصه بتقول ان دونجول كان عايز يسرق قصر ميكي. ام ميكي قفشه وحبسه في الاوضه السحريه وقال له هتفق معاك اتفاق، لو كسبتني في الشطرنج هسيبك تخرج من الاوضه السحريه، ولو خسرت هسيبك محبوس فيها. يعني ايه اللي حصل يا سيف؟ مش فاهمه. ميكي كسب دونجل. وحبس دونجل؟ لا سابه. ليه؟ هما مش اتفقوا لو كسبوا هيحبسوا؟ العفو عند المقدره. يا سلام، ميكي ده طلع ابن بلد بقى. بس ياض انت وهو. عم بندق. نعم. فهمت حاجه من القصه دي؟ والله العظيم ثلاثه ما انا فاهم اي حاجه. يعني انا كل اللي انا فاهمه ان انا عارف البيت وعارف الاوضه المسحوره وعارف كمان حكايه اللعب بالشطرنج دي. جدي كان الله يرحمه كان يحب يلعب بالشطرنج يعني، وكان يختار الجيش الابيض. يقول لك العسكري الابيض ينفع في لون الاسود. اه والله انا عندي حكايه قوي. طب بس سيبك بقى من ذكرياتك وقصصك المقرفه دي وودينا عند بيت جده القديم. وانا قلت لا تعالوا يلا اتفضلوا. يلا يلا. ايه ده؟ انت جايبنا الاسم ليه يا عم بندق؟ انت هتسلمنا ولا ايه؟ يا ابني اسلمكم ايه بس؟ اسلمكم ايه؟ ده كان هنا. هو ايه اللي كان هنا؟ بيت جدكو كان هنا. اه تقعد تقول لي بقى كان هنا، كان بيشرب الشاي هنا وبيحط السكر هنا وبيزروت هنا. والله العظيم ثلاثة بيت جدكو كان هنا. ازاي بس يا عم بندق؟ ده اسم اسم. ايوه قبل ما يكون اسم كان بيت جدكو. هو بصراحة مش بيت جدكو، ده كان بيت جد جدكو. وبعد كده كان في وقف، الحكومة بقى رفعت قضية، كسبت الوقف ده قلبته اسم. يعني يا رب يوم ما نلاقي مكان بسهولة يطلع لمؤاخذة اسم. لا واحنا كمان مطلوب القبض علينا، شوفي سخرية القدر. طب معلش يا عم بندق، الأوضة السحرية اللي موجودة في المجلة، أنهي أوضة؟ أيوه، أول ما تخش الاسم كده هتلاقي الأوضة دي على إيدك اليمين تحت بير السلم على طول. سيبوا الموضوع ده عليا يا جماعة. هتعمل إيه؟ هعزت لكم بقى الموضوع ده. ياض هتتحبس يا. السلام عليكم يا دفعة. نعم يا سيدي. والنبي أنا كنت بدور على شغلانة وعايز أعرف مش عايزين أمناء شرطة؟ أنا أمين جدا ومقربش الحاجة مش بتاعتي ولو على رقبتي. أنت شارب حاجة ولا إيه؟ لا يا عم شارب إيه؟ خد أنت عايز أنت تشرب سيجارة مثلا، خد اتفضل. إيه خير؟ ليك حد في الحجز؟ لا بس كنت عايز أعرف حاجة يعني. حاجة إيه؟ دلوقتي الاسم ده فيه سلم صح؟ صح. تحت السلم بقى فيه أوضة، الأوضة دي بتاعت إيه؟ وبتسأل ليه؟ لا اصلا انا كنت بدور على حاجه جار جديد وهنا الاسم جنب الشغل فيبقى مصلحه. انت هتستظرف يا خفيف يا عمي. بنهزر معاك، خد سيجاره تانية. ايه
لا الصراحه انا كان ليا مصلحه في مكتب التجنيد وعايز اعرف مكتب التجنيد فين. اه انا بقول كده برضو انك متهرب. عموما مكتب التجنيد في المبنى الملحق اللي هناك ده. المبنى الملحق؟ اه اكيد كان بيلعب طول السنه وما فتحش شباك ده. باين عليه خفيف. لا يا عم بنهزر معاك. خد سيجاره ثالثه اهي. طب الاوضه بقى اللي تحت السلم دي بتاعت ايه؟ دي الحجز. الحجز الحجز؟ تحب تخش؟ لا اخش ايه، لما اروح اعمل مصيبه وابقى اجي لك ان شاء الله. اتفضل يا بيه. ماشي شكرا. احب ابشركم يا جماعه ان الموضوع طلع اسهل مما نتخيل. الاوضه اللي احنا بندور عليها دي بقى طلعت اوضه ايه؟ ايه؟ اوضه الحجز بتاع الاسم. لا حرام عليك يا جدو، بجد حرام عليك، ربنا يسامحك. ربنا طبعا هيسامحه يا بنتي، ده كان بيحبكوا قوي قوي. بعدين هو ايش عرفه ان الاوضه دي هتبقى اوضه الحجز؟ لا انا متاكده انه كان عارف، امال هيلففنا ازاي ويدوخنا ويبيتنا في الشارع. طب يا جماعه احنا مش هينفع نقف هنا اكتر من كده. عم بندق معلش هنتقل عليك بقى ونبات عندك النهارده. تباتوا عندنا؟ لا 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 لا، انتوا كده مجرمين والتستر على مجرم كده. اروح انا في كلابوش. في ايه في البيت عندك يا عم بندق؟ مش قلت لك اول ما راجل الكبير شعره يبقى رزي اعرفي انه ها؟ عيب يا واد الكلام ده. اكتشفوا انا ما بيات عندي؟ لا انا قلت لا. اذا عوزتوا اي حاجه بقى ابقى كلموني. ما احنا عايزين وعايزين نبات عندك. وانا مش موافق. خلاص؟ مش موافق. اتصلوا بيا في اي حاجه ثانيه، انما بيات اروح انا في كلابوش ليه؟ مين انتوا؟ خلاص يا جماعه مش هينفع نقف نتصور هنا، يلا نغير في ده. خلاص يا جماعه سيبوا موضوع البيات ده عليا، انا عندي مكان محندق كده هيبقى حلو قوي. مكان انت لقيت تاكل؟ تعال بس ورايا. اللقطه اللي بتتكلم بيها دي شوف شوف شبك يا بردش. ليه الغبي ده؟ ده فين يا ضاحي الزفت؟ كنت بتكلمني يا ابو الدهب بيه؟ انت فين يا ضاحي؟ معلش كنت بجيب اكل بقى. ده وقته؟ انا جوع. تعمل ايه؟ عملت ايه جوه؟ عملت زفت. عارف الاوضه المسحوره اللي في القصه طلعت ايه؟ طلعت ايه؟ طلعت اوضه الحجز اللي جوه. يا نهار اسود الحجز؟ اه حظ ذكر. معلش بقى يا ابو الدهب بيه، عوض عليك ربنا. هي عمليه معقربه من الاساس. معقربه على مين يالا؟ على ابو الدهب؟ ده انا ابو الدهب، مفيش مشكله تقف قصادي، لازم احلها ان شاء الله محلوله. محلوله ازاي بس يا ابو الدهب بيه؟ اقول لحضرتك على حاجه؟ احنا نخش نسلم نفسنا في الاسم بقى. شد قال الله انها فكره. فكرتي. بس احنا مش هنسلم نفسينا. امال هنسلم مين؟ هنسلمك انت. حرامي. حرام. جريني جريني. حرامي. ما امشي معاك. حرامي. الراجل ده كان جاي يسرقني وانا واقف قدام الاسم. حرامي. تسرق قدام الاسم يا فاجر؟ لا 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 ده بيهرج. بيهرج بيهرج. تسرق واحد قد ابوك يا جبان. جريني جريني. خد اسحبه ابو ده. بيلعب. هخش. استنى استنى. فين السندوتشات؟ اهي اسحبه يا شويش. اسحبه ايه؟ لا بلاش الحجز ابو ده. بيه اللي ابو ده. بيه ما تسيبنيش يا ابو ده. بيه مش هسيبك الا في النيابه. لا الحجز لا. حرامي في المحامي يا جبان. اكلم ماما. طيب انقذوني انقذوني يا اهلي. مش عارف انط عالي قوي. ايه سيف الجبن ده؟ يلا مش قادر. كلنا نطينا. جسمي كله متخشف. هاتلي سلم. طيب بتعمل ايه؟ على فكره سهله جدا. يعني انت يا هاني عايزنا نبات هنا في الحديقه الدوليه؟ هو احنا شحاتين يا هاني؟ انا نفسي ابات في سريري بقى. بس يا ابني بس بس في امن ممكن يسمعونا. انا مش فاهمه انتوا بتتنططوا على ايه ده بدل ما تشكروه. هو احنا كنا لقينا مكان تاني؟ بعدين ده مكان جميل. ده كنت باجي انا وخالتي خميس وجمعه هنا وخميس وجمعه في الفستان. ما تفكرنيش بليز. انا كمان كنت بروح ويكند السخنه وويكند الساحل. هو الفستان دي جنب الساحل؟ لا جنب الجياره. يا جماعه قولوا لي بقى تحبوا تناموا فين؟ في الركن الفرنساوي ولا الركن الطلياني ولا الماليزي ولا البنجلاديشي؟ اي حته قريبه بليز عشان رجلي وجعتني قوي من المشي. مين اللي قال ان احنا هنمشي؟ تعالوا ورايا يلا. ايه ده؟ يلا. مش قادره اجري. انا مهلك انا مهلك. اهلا اهلا.
مرحب بالعيد، مرحب مرحب بالعيد، هي هي هي. على فكره المكان ده ينفع للمديتيشن قوي. هاني ايه المكان القذر اللي انت جايبنا فيه ده؟ وايه صوت الضفادع اللي انا سامعها دي هتقوم تاكلنا؟ قذر المكان ده يا سيف انا قضيت فيه احلى ايام حياتي. ده ايوه كنت انزل ميدان روكسي واستنضف لي نتفه حلوه كده. النتفه ده طبعا حيوان موجود في المحميه اللي احنا فيها دي. حيوان النتفه ده بس من فصيله الثدييات. فهمت. ايوه اجيب بقى حيوان النتفه ده هنا ونبات بالثلاث ايام، نقعد البيت الياباني اللي هناك دهوت ونقضيها بقى. وبتعملوا ايه؟ هي كانت بتقعد تعمل الحركه دهيت وانت بتعمل لها كده. بس انا ببقى شوشو. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. ايه رايك في المكان؟ تحبي نبات هنا ولا نخش البيت الياباني نريح شويه؟ ليه ان شاء الله؟ فكاني زي المعفنين اللي تعرفهم؟ لا حبيبي انا مستحيل ابات في الياباني ده، هطلع على الهولندي. ممكن نبطل هاري ونشوف حل لموضوعنا. ايوه بجد احنا لازم نلاقي الفلوس ونرشي الناس كلها بقى ونرجع لحياتنا العاديه. ايوه هنرشي ازاي بالفلوس والفلوس جوه الاسم؟ انا عندي حل يا جماعه هيقدر يدخلنا جوه الاسم. ها دلوقتي مش احنا مطلوب القبض علينا؟ خلاص احنا نروح نسلم نفسنا يدخلونا الحجز ندور براحتنا. شيرين حبيبتي ممكن تهزقي هاني عشان انت عارفه اني اتغيرت خلاص مش هينفع اهزقه. انت حمار ياض، عشان نجيب الفلوس نتحبس؟ طب انا عندي فكره، احنا نخش الاسم نطلع بطايق. شيرين حبيبتي معلش هتعبك معايا، ممكن تهزقي سيف كمان عشان احنا المفروض هنتصاحب مش هينفع هزقه. انت حلوف ياض. طبعا ما ينفعش، مفيش غير حل واحد، نتنكر في الضباط وندخل الاسم. شيرين ممكن تهزقي نفسك بقى انت كمان عشان انت طلعتي حماره زيهم. انت حماره يا شيرين ستوبد. هم هيلبسوا ضباط، انا وانت هنلبس ايه؟ مضيفات يا ريت او طقم ممرضات. ما تلم نفسك ياض، انت مالك موبيا كده ليه؟ ممرضات. طب في كل الافلام اللي شفناها دي اللي عايز يتنكر بيعمل ايه؟ يا اما بيخش الاسم على اساس ان هو ظابط يا اما من لجنه حقوق الانسان. ده متخلف يا ابني، هنعمل لجنه جوه الاسم. لا ام سوري هو مش متخلف. حلوه الفكره دي يا سيف. عجبتك يا نيلي؟ حلوه قوي. حلوه يا سيف حلو. ايه ده صح؟ طب ما احنا هنجيب فلوس منين عشان نجيب لبس التنكر؟ احنا بصراحه معناش اي حاجه نبيعها الا حاجه واحده بس، الموبايل بتاع نيلي. عيني فيه. لا موبايلي انسي، انا ابيعني انا شخصيا بس موبايلي لا. يا ست الكل امال فين هبطل سجاير واكون انسان جديد والتغير والحاجات الحلوه دي؟ ايوه بس حرام عليكم يعني ده موبايلي، تبقى كونكت مع العالم ازاي؟ معلش يا نيلي خدي موبايلي انا وكونكت بيه مع العالم، بس ما هو ما عليهوش واتس. هاتي بقى. يعني انا همشي بده؟ لا عادي خلاص ما انا ماشيه بالعبايه السمراء بتشرشر وكده. طب يا جماعه احنا ازاي هنبيت في وسط الضفدعات دي؟ نبات في وسط الضفدعات ده واحنا نايمين؟ الضفدعات دي هتخش علينا هتشيلنا وتمشي. لا دي سلاحف النينجا اللي انت بتتكلم عليها دي. هو ازاي النينجا؟ ما اسمها ايه؟ بلدي. ما اسمها ايه؟ نينجا. ايه؟ انقذوني انقذوني يا اهلي، مش عارف انط عالي قوي. ايه يا سيف الجبن ده؟ يلا مش قادر، كلنا نطينا، جسمي كله متخشف. هاتلي سلم. طيب بتعمل ايه؟ على فكره سهله جدا. يعني انت يا هاني عايزنا نبات هنا في الحديقه الدوليه؟ هو احنا شحاتين يا هاني؟ انا نفسي ابات في سريري بقى. بس يا ابني بس بس في امن ممكن يسمعونا. انا مش فاهمه انتوا بتتنططوا على ايه ده بدل ما تشكروه؟ هو احنا كنا لقينا مكان تاني؟ بعدين ده مكان جميل، ده كنت باجي انا وخالتي خميس وجمعه هنا وخميس وجمعه في الفستان. ما تفكرنيش بليز، انا كمان كنت بروح ويكند السخنه وويكند الساحل. هو الفستان دي جنب الساحل؟ لا جنب الجياره. يا جماعه قولوا لي بقى تحبوا تناموا فين؟ في الركن الفرنساوي ولا الركن الطلياني ولا الماليزي ولا البنجلاديشي؟ اي حته قريبه بليز عشان رجلي وجعتني قوي من المشي. مين اللي قال ان احنا هنمشي؟ تعالوا ورايا يلا. ايه ده؟ يلا مش قادره اجري. انا مهلك انا مهلك. اهلا اهلا بالعيد، مرحب مرحب بالعيد، هي هي هي.
على فكرة المكان ده ينفع للمديتيشن قوي. هاني ايه المكان القذر اللي انت جايبنا فيه ده؟ وايه صوت الضفادع اللي انا سامعها دي؟ دي هتقوم تاكلنا. قذر المكان ده يا سيف انا قضيت فيه احلى ايام حياتي. ده؟ ايوه كنت انزل ميدان روكسي واستنضف لي نتفة حلوة كده. النتفة ده طبعا حيوان موجود في المحمية اللي احنا فيها دي. حيوان النتفة ده بس من فصيلة الثدييات. فهمت. ايوه اجيب بقى حيوان النتفة ده هنا ونبات بالتلات ايام نقعد البيت الياباني اللي هناك دهوت ونقضيها بقى. وبتعملوا ايه؟ هي كانت بتقعد تعمل الحركة دهيت وانت بتعمل لها كده. بس انا ببقى شوشو الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. ايه رأيك في المكان؟ تحبي نبات هنا ولا نخش البيت الياباني نريح شوية؟ ليه ان شاء الله؟ فكاني زي المعفنين اللي تعرفهم؟ لا حبيبي انا مستحيل ابات في الياباني ده، هطلع على الهولندي. ممكن نبطل هاري ونشوف حل لموضوعنا. ايوه بجد احنا لازم نلاقي الفلوس ونرشي الناس كلها بقى ونرجع لحياتنا العادية. ايوه هنرشي ازاي بالفلوس والفلوس جوه الاسم؟ انا عندي حل يا جماعة هيقدر يدخلنا جوه الاسم. ها دلوقتي مش احنا مطلوب القبض علينا؟ خلاص احنا نروح نسلم نفسنا يدخلونا الحجز ندور براحتنا. شريهين حبيبتي ممكن تهزقي هاني عشان انت عارفه اني اتغيرت خلاص مش هينفع اهزقه. انت حمار ياض عشان نجيب الفلوس نتحبس. طب انا عندي فكره، احنا نخش الاسم نطلع بطايق. شريهين حبيبتي معلش هتعبك معايا، ممكن تهزقي سيف كمان عشان احنا المفروض نتصاحب مش هينفع اهزقه. انت حلوف ياض طبعا ما ينفعش، مفيش غير حل واحد، نتنكر في الضباط وندخل الاسم. شريهان ممكن تهزقي نفسك بقى انت كمان عشان انت طلعتي حماره زيهم. انت حماره يا شريهان ستوبد. هم هيلبسوا ضباط، انا وانت هنلبس ايه؟ مضيفات يا ريت او طقم ممرضات. ما تلم نفسك يا ده، انت مالك موبيا كده ليه؟ ممرضات. طب في كل الافلام اللي شفناها دي اللي عايز يتنكر بيعمل ايه؟ يا اما بيخش الاسم على اساس ان هو ضابط يا اما من لجنه حقوق الانسان. ده متخلف يا ابني، هنعمل لجنه جوه الاسم. لا ام سوري هو مش متخلف. حلوه الفكره دي يا سيف. عجبتك يا نيلي؟ حلوه قوي. حلوه يا سيف حلو. ايه ده صح؟ طب ما احنا هنجيب فلوس منين عشان نجيب لبس التنكر؟ احنا بصراحه معناش اي حاجه نبيعها الا حاجه واحده بس، الموبايل بتاع نيلي. عيني فيه. لا موبايلي انسي، انا ابيعني انا شخصيا بس موبايلي لا. يا ست الكل امال فين هبطل سجاير واكون انسان جديد والتغير والحاجات الحلوه دي؟ ايوه بس حرام عليكم يعني ده موبايلي، طب اكونكت مع العالم ازاي؟ معلش يا نيلي خدي موبايلي انا وكونكت بيه مع العالم، بس ما هو ما عليهوش واتس. هاتي بقى. يعني انا همشي بده؟ لا عادي خلاص ما انا ماشيه بالعبايه السمراء بتشرشر وكده. طب يا جماعه احنا ازاي هنبيت في وسط الضفدعات دي؟ نبات في وسط الضفدعات ده واحنا نايمين؟ الضفدعات دي هتخش علينا هتشيلنا وتمشي. لا دي سلاحف النينجا اللي انت بتتكلم عليها دي. هو ازاي النينجا؟ ما اسمها ايه؟ بلدي. ما اسمها ايه؟ نينجا. ايه؟ ادخل. صباح الخير يا باشا. مالك يا ابني اديك بتترعش ليه؟ هتوقع الشاي بلبن. ما هو في ناس حواجات بره بيقولوا ان هي لجنه الامم المتحده. الامم المتحده عندي في الاسم؟ ايوه. ليه؟ بيقول ان هم بتاع حقوق الانسان. حقوق الانسان؟ ايوه. وازاي ما اخدش انا خبر بموضوع زي ده؟ ما هي بيقول ان هي مفاجئه. يعني ايه مفاجئه يا ابني؟ احنا في مدرسه؟ بقول لك ايه؟ روح خرجوا المساجين وحموهم ولبسوهم لبس العاب وما تنسوش ترشوهم. سامعني؟ وكلموا قلبي كلم الوزاره. ماشي. شوف موضوع حقوق الانسان ده. ماشي يا فندم. تعالى لف. روح عند اهلهم. ماشي؟ حالي. بس اخرهم 10 دقايق قبل ما اكل لقمه. تحت امرك يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا بالامم المتحده، دي الدنيا كلها نورت. يا اهلا وسهلا، اتفضلوا يا فندم اتفضلوا. يا مرحب يا مرحب. اهلا اهلا اهلا. اهلا بحضراتكم افنزيم. انتوا بتتكلموا عربي؟ حضرتك ده الصحفي التركي المعروف مستر شيش كباب، هو الوحيد اللي بيتكلم عربي. انا اهاب مصر كتير،
أنا عشت مع أنا في اسكندرية، كانت تبيع بقلافة على الإمة، وكانت عايشة مع جده الخواجة كرياكوس. أنت اسكندراني ولا تركي ولا يوناني ولا إيه حكايتك؟ أنا ما حدش يتوقعني. دي بقى أنسة بيف ستراجانوف من روسيا وبتتكلم روسي بس. بريفيت. أهلا أهلا. ده بقى مسيو أليخاندرو كوليسلو المصور الأسباني وبيتكلم أسباني مكسر. فيفا اسبانيا alzad los brazos hijos del español que vuelve a resurgir gloria a la patria que supo surgir sobre la sol del mar el caminar del sol وجيتك من اخر لبنان مسلوب الفكر وتمع انا ما هاجش توكان. هو حضرتك مين بقى يا فندم؟ حضرتك انا المترجمه. يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا نورت والله، بس انا واخد على خاطر من حضراتكم شويه يعني. كنت اقول ان انتوا جايين ولا حاجه، كنا دبحنا كنا صحينا المساجين يستقبلوكوا يقعدوا معاكوا كده يعني. ايش ترجس بوس باري يا بودو كفرتنا ربوتي they have vacation. بتقول لحضرتك ان احنا بلغنا الامم المتحده لكن هم ما بلغوكوش عشان هم تقريبا عندهم اجازه بمناسبه عيد القمح. طب يا ست كل سنه وانتم طيبين والامم المتحده كلها طيبه. هو مين بقى اللي ماسك مامور الامم المتحده دلوقتي؟ معلش ممكن استاذنك بس الاخ اللي بيصور بس خليه بعيد عن الكرش شويه. شكاس كاس بوري كرشه نيامانتي نويفو. تحبوا تشربوا ايه بقى؟ شكاس كاس بوري يا خاتشو بس ما تريت ميستا. We go first check the place. After you prepare food, maybe after we can drink vodka, whiskey. بتقول لحضرتك ان احنا عايزين ناخد جوله في القسم على ما تحضروا لنا الغدا والفودكا ويسكي. عينيا حاضر فندم عينيا. يا خاتشو دفاي كيلوغرام ياسا. بتقول لحضرتك يا ريت لو الغدا يكون 2 كيلو لحمه واربعه حواوشي من عند شعراوي. عينيا عينيا. اجورسيه بامدوري. وزود الطحينه والبتنجان. ممكن كمان نجيب لكم ميه سلطه معاها. يا ريت لو امكن يا عسل. تحبوا تبتدوا الجوله بايه؟ ايه رايكم في السجل المدني؟ هناك الفيو تحفه. مأمور انت تقول ايه؟ احنا حقوقيين حقوقيات، صحفيين صحفيات، احنا عايزين نخش زنزانات نشوف مسجونات وهم يقعدوا على قرافيسات. قرافيسات؟ عيب، هو انا تلميذات؟ عينيا عينيا حاضر عينيا حاضر. يا مغربي. ايوه يا فندم. جاهزين يا ابني؟ جاهزين يا فندم. اتفضلوا يا فندم اتفضلوا اتفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضلوا. اوكي. اتفضل يا اساتذه. خليك مامور انت مامور. اتفضل اتفضل يا فندم اتفضل. اتفضل كده اهو كده اهو. يا اهلا وسهلا بالامم المتحده، اتفضل يا فندم اتفضل. دي الدنيا كلها نورت يا فندم. اهلا وسهلا اهلا، اتفضل يا فندم اتفضل. دول يا فندم الاوضتين. اوضه لحجز الرجال واوضه لحجز السيدات. بس احنا المعلومات اللي عندنا انها اوضه واحده بس في الاسم تحت السلم. لا يا فندم طول عمرهم اوضتين تحت السلم يا فندم. اوضتين. طب ثانيه بس عندنا اجتماع. شكوزي شوزي بس فوز كيرز بيروز لا بوليسيه هنا امورس بيروز. هنعمل ايه في المصيبه دي؟ بيقول لك اوضتين، فين الاوضه اللي فيها الفلوس فيهم؟ ده كله سبب الزفت عم بندق، ما بيقولش الحاجه على طول على بعض. ما هو ما يبقاش عم بندق لو ريحنا، لازم يحط لنا العقده في المزمار. منشار. حلو المزمار مش مشكله. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ المأمور قدامنا والاوضتين اهم، هنخش ازاي؟ مش عارف. هو في حاجه يا فندم؟ لا لا هم بس مستغربين يعني ان انتوا فاصلين الرجاله عن الستات ليه؟ لا يا فندم ما تستغربوش ولا حاجه، اصل احنا محافظين جدا. مفهوم مفهوم. تحب حضراتكم بقى نتغدى الاول ولا نخش الحجز ولا تحت امركم عايزين تعملوا ايه بالظبط؟ شكاز كاز بيس كورس باري وي جو فينيش ميشن فيرست. هنخش الميشن فيرست يعني نخش الحجز يا فندم. الحجز من تحت امرك يا فندم. يا عمران يا فندم افتح حجز الرجاله يا ابني. تحت امرك يا فندم. اتفضلوا يا فندم اتفضلوا اتفضلوا يا فندم اتفضلوا يا فندم. ايه ده؟ احنا في الزنزانة ولا في العيد؟ ايه رأي حضراتكم يا فندم؟ شفت المساجين عندنا عايشين ازاي؟ عشان تبلغوا الأمم المتحدة إن المساجين بتوعنا عايشين عيشة زي الفل. مأمورات دي اشتغالات.
فين المسجونات اللي في السجونات يقعدوا على قرافيسات؟ شهادة لله يا فندم الكذب خيبة. اللي انت شايفه ده يا فندم ده موجود على طول. اللي زاد بس يا فندم النهاردة هم شوية البالونات عشان عيد ميلاد عم حسين. كل سنة وانت طيب يا عم حسين. شفت يا فندم؟ كأنه منتجع بالظبط. احنا يا فندم مسمين الحجز بتاعنا حسين ده يا فندم. وكل حجز يا فندم ملحق معاه جنينة. ان شاء الله في التطورات والتوسعات اللي جاية هنبني 3 حجوزات وكل حجز قدامه جنينة عشان اللي يحب يشوي وكده يعني. فوتين قلتن باخسن بس ما تريتس كتلت. بتقول لحضرتك يا ريت لو نفضي الزنزانة خالص من كل المساجين عشان نرفع المقاسات ونتأكد ان العدد مناسب للزنزانة. تحت امرك تحت امرك يا فندم. في ميزة بقى كمان في السجن عندنا يا فندم. احنا بندي كورسات انجليزي للمساجين. Listen to me. Listen to me. Stand up. بعد اذنك يا رجالة هنطلع بره شوية عشان المقاسات بس. استنى 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 يطلع بره ايه؟ دول مجرمين وهربانين من العداله. دحو احنا لازم نمشي من هنا حالا فعلا. We have to leave. يا سعاده البيت دول عصابه النجوم. عصابه نجوم ايه يا مجنون يا اهبل انت؟ دي الامم المتحده. خرب بيت البرشام اللي بتاخده. انا اللي باخده برضه؟ امم متحده ايه ونيله ايه يا سعاده البيت؟ دول عصابه النجوم وانا حاسبه ساعتك اهو. اتفضل يا سعادتك بيه واهو. بتعمل ايه متخلف دي؟ دقني بجد. الواد ده اسمه هاني يا سعادتك بيه. احنا عملنا مقلب في حضرتك ودي كانت الكاميرا الخفيه وده فعلا اسمه هاني. حتى ده برنامج هاني في الزنزانه. هاني في الزنزانه. هاني في الزنزانه. ده في ايده جراب جواه قباب جواه. اوعى تزعل مننا واحد ابوك. سقف بقى لحظه المامور يا جماعه. بس انا بس انا نقول باي باي للكاميرا اللي فوق. يلا بينا. أمم متحدة؟ حد قال لحضراتكم إن أنا خديج شرطة تعليم مفتوح؟ ولا مأمور الملاهي؟ ها؟ جيتك من آخر لبنان ها؟ عشان ليك نصيب تتنفخ في مصر. وده اللي بيتكلم أسباني مكسر؟ هلحمهولك. صور فوق وتحت ها؟ فوق وتحت. أنا أعمل معاك واجب بقى. أصورك وش وجنب. ملك وكتابة. أيوه يا لطيف ملك وكتابة. قول لزمايلك إصابة النجوم إن شاء الله يتحكم عليهم بمئة سنة سينما. أيوة حزاي يا أخي. أمان أي فندر قلت العيال دي. هذا فندر فندر تمانية تهوية يا أخويا. فضلهم خش يا حبيبي. فضل رايح فين؟ ليه يا عمران؟ ارجع أنت عمران. ليه؟ ادخل أنت يا عمران. فضل جوه. خلك هاتهم كلهم. عمران ليه؟ ليه يا عمران؟ هاتولي المأمور. ليه والنبي؟ ليه؟ الله يخرب بيتك يا أبو الدهبي. يا فجركم يا جبروتكم يا قدرتكم خلاص خلصتوا الفنانين وهتلفوا على ضباط الشرطة. كنتوا فاكرين ان انتوا هتعرفوا تهربوا مني. بعينكم يا باشا. ده احنا قعدنا نص يوم في القسم لا مؤاخذة محدش حس بينا. اخرسي اخرسي حضرة الضابط حضرتك انت تخرس خالص خالص. انتوا عارفين متقدم فيكم كام بلاغ؟ عليكم كام قضية؟ اولا شروع في قتل الفنانة هند صبري. ثانيا شروع في قتل الخليل كوميدي. هو يستاهل بس في الاخر ده بني ادم. ثالثا سرقة الفنان احمد فهمي. رابعا بيومي فؤاد مقدم فيكوا 30 بلاغ منهم بلاغ انه ما خدش اخر دفعه. وفي الاخر عاملين لي فيها بتوع حقوق انسان. حقوق انسان يا باشا؟ والله ده احنا بنهزر. والله بص ده انا لابس بتاع شاورما. شاورما؟ ده انا هحطك على السيخ. وانا كل ما حد يشوفني يحطني على السيخ. ايوه انتوا عارفين مجموع الاحكام عليكم كام سنه؟ 120 سنه سجن. هتتسجنوا سنه سنه وتتنفخوا سنه سنه. يا فندم هو في حد بيعيش 120 سنه؟ ما تقطعش قول ان شاء الله. يا حضره الضابط انا عايزه اعترف على نفسي. انا السبب في كل ده. انا اللي رجرجتهم ورايا. جرجرتهم whatever ودبستهم في كل الجرائم والمشاكل دي. نيلي انت بتقولي ايه؟ انت كده هتودي نفسك في داهيه. بس يا سيف انا المسؤوله حضرتك عن كل الحاجات دي. هم مالهمش ذنب ما تسمع لهمش. ايوه يا حضره الضابط هي المسؤوله عن كل حاجه. هي دي العقل المدبر. هي دي ونوس يا فندم اللي قاعد يغوينا واحنا فقراء وغلابه واستغلت جهلنا. سوري يا ضابط هاني واطي. المفروض بقى اصدق انا المسلسل التركي الاوفر ده
واسيبكم تمشوا. يا فندم مش تركي، سوري. سوري او وات ايفر. هتتنفخوا يعني هتتنفخوا، وهتتحبسوا يعني هتتحبسوا 120 سنه. يا مين مغربي، تعال خده. استنى استنى، طلب بسيط. ممكن ناخد مع بعض سيلفي برياكشن الجريمه لا تفيد؟ ممكن. يلا يلا، بس هتعمل لنا تاج بقى كلنا، تاج وكل اللي انت عايزه. عيني. يلا خش خش. حلو قوي، الولاد هيفرحوا بيكوا جدا، انا مبسوط والله العظيم. خدهم يا امين على الحجز. طب ما نصور شويه صور كمان كده، يعني اوضاع مختلفه. امشي امشي. جميله جميله، حلوه، الولاد هيفرحوا بيها جدا. ادخل قدام مني يا مسجون، انت اهو. ادخل. ايه ده؟ هم لحقوا يشيلوا البسين اللي كان هنا؟ انا كنت هموت واستحمى. اكيد البلديه هي اللي شالته يا سيف، هو ممنوع برضه بسين جوه الزنزانه. تخيل بقى لو كنا نزلنا فيه دلوقتي بعد التعب اللي احنا فيه دوت، كنا ايه؟ الحمد لله. تعالى قاعد انت اهو، اتلقى هنا. حلو اللي انت عملته ده. عملت، ما عملتش حاجه، انت سمعت؟ ايوه انت لسه عم. يلا حلو ده عشان الناس تخاف منك يعني؟ لا انا ما عملتش كده يا ابني، انا سامعك بودني اهو. بس 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 مش بقول لك تعالى اتلقى هنا انت اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مين ده يعني؟ ده تقريبا الرجل الاخضر بتاع ماونتن فيو، بس تلاقي جيرانه عملوا له ازعاج او ما لقاش ركنه يعني، لعلمك ده اصلا طالب في ثانيه هندسه. يلا يا خفيف انت اهو، كل واحد يقلد نفسه. يلا يقلد نفسه ازاي يعني؟ كل واحد يجيب معلقه ويعمل كده لنفسه؟ ظريف ظريف وخفيف. يا تستدى انت كبرت في نظري قوي. خلص نفسك، طلع اللي في جيبك. يلا امني، طلع اللي في جيبك. حاضر من عينيا. اتفضل، محفظتي ايه؟ انا معيش حاجه. لا يعني ايه معيش حاجه؟ اديله اي حاجه. معيش حاجه. اديله مراتك، اديله كليتك. طب استنى بص بقى، شفت معايا ده؟ يا اختي جميله عسل. اهو كده بقيت معلم بصحيح. ماشي مع المعلمه؟ لا ماشي مع الجربيه البستاج. طب يلا انت هو اتلقى هنا. شوف بقيت معلم. اه السند ده هيخلي الناس تخاف منك قوي على فكره. خلص. طيب ماشي. بص يا معلم واحنا بنعدي ما تزعقش لحسن تطير راسنا ولا حاجه. يلا يا مسهوكه يا اختي يلا. يلا. انت مسهوكه؟ قال لك انت مسهوكه. يا اهلا. يا الف اهلا وسهلا. شرفتوا. يلا يا خاين. وايه الجديد؟ بتبلغ عننا يا ضاحي؟ اه يا حبيبي ابلغ عنكم. خش السجن لوحدي؟ اه تونسوني. ايش مسيرة ترو وتحلى. لا وسايبينك هنا بشعرك ده كده؟ لا يا حبيبي، لا تقول كلام في محله يا تقول حله يا حله. سيبك من ضاحي اللي كان بيهرج معاكوا بره، انا هنا تقيل وتقيل قوي. اه يا ضاحي. ايوه يا معلم. حسين ايه؟ ورنيش الجزمه. والله ما لحقت يا معلم، الفرده الواحده قد كده وبتاخد يوم تلميع وعلبتين ورنيش. اديني بس حضرتك يوم تاني المع لك الفرده التانية. خلص نفسك. حاضر يا معلم حسين. انا اسمع عن جزمه 40 جزمه 45، لكن 145 والله ما شفت. واجي امسك الفرده الاولانيه الاقي فيها واحده ست وعيالها ومش لاقيين ياكلوا، والتانيه ماجرها للطلبه المغتربين. انت طلعت مسخه بقى وبتمسح الجزم. اخرس انت والطاري اللي معاك. طاري؟ انا ما بقتش طاري. لعلمك انا دخلت اسام اكتر منك. سيف الطيب مات وانتوا اللي قتلتوه. من النهارده انا ما اسميش سيف. امال اسمك ايه؟ ناصر الدسوقي. بس يا بابا، بس يا بابا حبيبي، روح اقعد في اي كورنر يا حبيبي، ما توجعليش دماغي. يلا اخويا رب عيالك، رب عيالك. تتحداني يا ضاحي؟ ايه تتحداني؟ اه اتحداك وقصاد الرجاله دي كلها. معايا هاني؟ سيبني انا احكم. طول عمرك نادل يالا. الرهان يا جماعه مش اقل من السيجارتين. تقولي اي حاجه يا شيرين. هقول ايه في الظروف دي؟ معرفش. قولي اي حاجه بس ما تفضليش ساكته كده، انا خايفه.
لا بقولك ايه، انا مش عايزاكي تخافي فكي كده، لسه قدامنا 120 سنة سجن. لا يا شيرين لو سمحتي ما تقوليش كده في وشي، انا ما اقدرش استحمل 120 دقيقة في السجن ده، انا عايزة بس اقعد. بتلمي رجلك يا بيه، احنا شغلنا مكانكم البلاطين دول، ما شوفش صبعك يعديهم. معلش بس حضرتك بتزعقي ليه؟ وبعدين بصي انت واخده سبيس قد ايه بالحاجات بتاعتك، وانا وهي مزنوقين ازاي؟ طب ادينا بلانكت حتى نقعد عليها. هو ده نظام الحجز عندي، لو مش عاجبك بلغي يا اختي البوليس. لا بقول لكم ايه، اتمسوا وقولوا يا ماسة، مش عشان انا لابسالكوا التاير ده بقى خلاص بنت ناس، ده انا معفنه ما تعرفونيش. ما تعرفين يا اخي انت مين؟ مساء الخير يا فندم، حضرتك انا شريهان عبد الحليم، خريجه بكالوريوس اعلام دفعه 2007. وبيدلعوكي يقولوا لك يا شوشو؟ احيانا يا فندم. طب يلا يا اختي انت وهي، هزي انت والبنت الصفرا اللي معاكي دي. نعم بقول لك هزينا انت والبنت دي. ايوه يا فندم اوكي، نهز ونعمل كل اللي حضرتك عايزاه، ما عنديش اعتراض، بس نهز من غير مزيكا. صدقي عندك حق، يلا بنت انت وهي وسعيلها وشغلوا المزيكا، خلينا ننبسط. يلا يا الحفلة دي معمولة عليكو؟ يا نهار أبوكو أسود أسود. دلوقتي هنبدأ التحدي يا رجالة. ابدأ يا معلم ضاحي. لا يبدأ أول أول. لا يبدأ أنت الأول. لا يبدأ أنت الأول. خلاص طالما أنا اللي هبدأ يبقى اللعب على الأب وعلى الأم وعلى المشرحة. موافقين؟ موافقين. حس كده يا رجالة، يبقى الرهان على سجارتين واللي يرجع يبقى عيوطة. موافقين؟ موافقين. ابدأ يا معلم سيف. أبدأ؟ ابدأ. الرشاقة دي يا معلم. يلا ضاحي. حصل تعادل يا رجالة، كده بقى هننتقل للمستوى الأصعب، للمستوى الأخطر، للمستوى الأشرس. هنلعب عامية. عامية؟ أيوة. ابدأ. أبدأ. ابدأ يا مسيف. حاجة سعيد، أنت اتنين بوسطن؟ أيوة. ماشي، أنت واحدة بالمونت أنت. سيف. ماشي. أبدأ. ابدأ. أبيكا عامية. 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 عامية عامية عامية. عامية.
ادخل قدام مني يا مسجون انت اهو. ادخل. ايه ده؟ هما لحقوا يشيلوا البسين اللي كان هنا؟ انا كنت هموت واستحمى. اكيد البلديه هي اللي شالته يا سيف، ما هو ممنوع برضه بسين جوه الزنزانه. تخيل بقى لو كنا نزلنا فيه دلوقتي بعد التعب اللي احنا فيه دوت كنا ايه؟ الحمد لله. تعالى قاعد انت اهو اتلقى هنا. حلو اللي انت عملته ده. عملت ما عملتش حاجه انت سمعت؟ ايوه انت لسه عم يلا حلو ده عشان الناس تخاف منك يعني؟ لا انا ما عملتش كده. يا ابني انا سامعك بودني اهو. بس 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 مش بقول لك تعالى اتلقى هنا انت اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مين ده هاني؟ ده تقريبا الرجل الاخضر بتاع ماونتن فيو، بس تلاقي جيرانه عملوا له ازعاج او ما لقاش ركنه يعني، لعلمك ده اصلا طالب في تانية هندسه. يلا يا خفيف انت اهو كل واحد يقلب نفسه. يلا يقلب نفسه ازاي يعني؟ كل واحد يجيب معلقه ويعمل كده لنفسه؟ ظريف ظريف وخفيف. يا تسادة انت كبرت في نظري قوي. خلص نفسك طالع اللي في جيبك. يلا امني طالع اللي في جيبك. حاضر من عينيا. اتفضل محفظتي ايه؟ انا معيش حاجه. لا يعني ايه معيش حاجه؟ اديله اي حاجه. معيش حاجه اديله مراتك اديله كليتك. طب استنى بص بقى. شفت معايا ده؟ يا اختي جميله عسل. اهو كده بقيت معلم بصحيح. ماشي مع المعلمه؟ لا ماشي مع الجربيه البستاج. طب يلا انت هو اتخلع هنا. شوف بقيت معلم. اه السند ده هيخلي الناس تخاف منك قوي على فكره. طيب طيب ماشي. بص يا معلم واحنا بنعدي ما تزعقش لحسن تطير راسنا ولا حاجه. يلا يا مسهوكه يا اختي يلا. يلا انت مسهوكه؟ قال لك انت مسهوكه. يا اهلا يا الف اهلا وسهلا. شرفتوا. يلا يا خاين. وايه الجديد؟ بتبلغ عننا يا ضاحي؟ اه يا حبيبي ابلغ عنكم. خش السجن لوحدي؟ اه تونسوني. ماشي. مسيرة ترو وتحلى. لا. وسايبينك هنا بشعرك ده كده؟ لا يا حبيبي. لا تقول كلام في محله يا تقول حله يا حله. سيبك من ضاحي اللي كان بيهرج معاكوا بره. انا هنا تقيل وتقيل قوي. اه يا ضاحي. ايوه يا معلم حس ايه؟ ورنيش الجزمة عاد. والله ما لحقت يا معلم. الفردة الواحدة قد كده وبتاخد يوم تلميع وعلبتين ورنيش. اديني بس حضرتك يوم تاني المع لك الفردة التانية. خلص نفسك عاد. حاضر يا معلم حس ايه؟ انا اسمع عن جزمة 40، جزمة 45، لكن 145 والله ما شفت. واجي امسك الفردة الأولانية الاقي فيها واحدة ست وعيالها ومش لاقيين ياكلوا. والتانية مأجرها للطلبة المغتربين. انت طلعت مسخة بقى وبتمسح الجزم. اخرس انت والطاري اللي معاك. طاري؟ انا مبقتش طاري. لعلمك انا دخلت اسام اكتر منك. سيف الطيب مات وانتوا اللي قتلتوه. من النهاردة انا ما اسميش سيف. من اسمك ايه؟ ناصر الدسوقي. بس يا بابا. بس يا بابا حبيبي. روح اقعد في اي كورنر يا حبيبي ما توجعليش دماغي. يلا اخويا رب عيالك. رب عيالك. تتحداني يا ضاحي؟ ايه؟ تتحداني؟ اه اتحداك وقصاد الرجاله دي كلها. معايا هاني؟ سيبني انا احكم. طول عمرك نادل يالا. الرهان يا جماعه مش اقل من السيجارتين. شيرين هقول ايه في الظروف دي؟ معرفش. قولي اي حاجه بس ما تفضليش ساكته كده. انا خايفه. لا بقولك ايه، انا مش عايزاكي تخافي. فكي كده، لسه قدامنا 120 سنه سجن. لا يا شيرين لو سمحتي ما تقوليش كده في وشي. انا ما اقدرش استحمل 120 دقيقه في السجن ده. انا عايزه بس اقعد. احرس بتلمي رجلك يا بيه. احنا شغلنا مكانكم البلاطين دول. ما شوفش صبعك يعديهم. معلش بس حضرتك بتزعقي ليه؟ وبعدين بصي انت واخده سبيس قد ايه بالحاجات بتاعتك وانا وهي مزنوقين ازاي؟ طب ادينا بلانكت حتى نقعد عليها. هو ده نظام الحجز عندي. لو مش عاجبك بلغي يا اختي البوليس. لا بقول لكم ايه؟ اتمسوا وقولوا يا ماسة مش عشان انا لابسه لكم التاير ده ابقى خلاص بنت ناس. ده انا معفنه ما تعرفونيش. ما تعرفينا يا اخي؟ انت مين؟
مساء الخير يا فندم، حضرتك انا شريهان عبد الحليم، خريجه بكالوريوس اعلام دفعه 2007. وبيدلعوكي يقولوا لك يا شوشو؟ احيانا يا فندم. طب يلا يا اختي انت وهي، هزي انت والبنت الصفراء اللي معاكي دي. نعم. بقول لك هزينا انت والبنت دي. ايوه يا فندم اوكي، نهز ونعمل كل اللي حضرتك عايزاه، ما عنديش اعتراض، بس نهز من غير مزيكا. صدقي عندك حق، يلا يا بنت انت وهي وسعي لها وشغلوا المزيكا، خلينا ننبسط. يلا يا هي الحفلة دي معمولة عليكو؟ يا نهار أبوكو أسود أسود. دلوقتي هنبدأ التحدي يا رجالة. ابدأ يا معلم ضاحي. لا يبدأ هو الأول. لا يبدأ أنت الأول. لا يبدأ أنت الأول. خلاص، طالما أنا اللي هبدأ يبقى اللعب على الأب وعلى الأم وعلى المشرحة. موافقين؟ موافقين. حس كده يا رجالة، يبقى الرهان على سجارتين واللي يرجع يبقى عيوطة. موافقين؟ موافقين. ابدأ يا معلم سيف. أبدأ؟ ابدأ. الرشاقة دي يا معلم. يلا ضاحي. حصل تعادل يا رجالة، كده بقى هننتقل للمستوى الأصعب، للمستوى الأخطر، للمستوى الأشرس. هنلعب عامية. عامية؟ أيوة. ابدأ. أبدأ. ابدأ يا مسيف. حاج سعيد أنت اتنين بوسطن؟ أيوة. ماشي. أنت واحدة بالليمون تاني. سيف. ماشي. أبدأ. ابدأ. أبيكا عامية. 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 أبيكا عندك وقف من وش. مبسوطه مني يا معلمه؟ امشي بقى. حاضر. وانت ايه اللي جابك بقى يا خالتي؟ محبوسه على ذمتكم يا اختي. قال ايه؟ بتستر على مجرمين، مع ان انا قلت لهم على كل حاجه اعرفها بس ما صدقونيش. طب وفين ماما ميمي؟ ماما ميمي عملت فيها عبيطه يا اختي. قال ايه؟ ما بتسمعش وما بتفهمش وما بتتكلمش.
وخدوها على الخنكة. يا حبيبتي يا ماما ميمي. يا حبيبتي يا ماما ميمي. صباح انا عايزه اقولك حاجه للمرة 9 مليون. انت بجد جامده، بس انا مش عارفه احنا من غيرك كان ممكن يحصل لنا ايه. لا بقولك ايه، انا عايزاكي تجمدي كده وتمسكي نفسك. انا مش باقيالك هنا يا حبيبتي، انا ممكن اخرج في اي وقت من هنا، انما انتوا قاعدين. قاعدين؟ لا بليز ما تقوليش قاعدين، احنا ممكن ناخد براءه. براءه من انهي قضيه يا نيلي؟ ده احنا حتى معناش فلوس نقوم محامي. اه صحيح، انتوا عملتوا ايه في موضوع الفلوس بتاع جدكم؟ الله يرحمه ويسامحه بقى. بصي الفلوس تقريبا موجوده هنا. هنا في مكتوب في القصه اللي في المجله ان الفلوس موجوده في الاوضه السحريه اللي تحت السلم، يعني يا اما الاوضه دي يا اما الحجز بتاع الرجاله. هنا فين؟ انتوا مجانين. ايوه يا خالتي، ما هو الاسم ده كان بيت عيله جده زمان. شوفي ازاي. ما تطلعي كده شري هنا المجله يمكن نفهم حاجه. يا نيلي اطلع المجله ليه؟ ما معروف اللي فيها، ميكي كان بيلعب شطرنج مع دونجل في الاوضه السحريه. بس ايه علاقه دونجل بالاوضه السحريه بالشطرنج؟ ما اعرفش، وانا قاعده معاكي زي الهبله اهو. شيرين ايه بصي على الارض كده. مالها بقى الارض يا نيلي؟ هتقعدي تقولي لي معفنه ومطربه، مش وقت تناكه خالص. لا الابيض والاسود ده مش بيفكرك بحاجه؟ عادي بيفكرني بالحمار الوحشي مثلا. يا غبيه، البلاط الابيض والاسود الشطرنج. ليديز ممكن ترجعوا لورا بليز؟ ايوه خلاص كده كل واحده واقفه في مكانها. طب نيلي ما بدل الخوته دي ما نكسر كل البلاط ونخلص. لا طبعا لو كسرنا هيسمعونا كده هنتكشف. طب انت هتعرفي البلاطه منين بقى؟ في القصه في الاخر ميكي لما عمل لدونجل كرش ملك. كرش ايه اسمه؟ كرش ملك whatever. لما عمل له كده قال له على مربع الملك، هذا المربع او كعكه في الخطيئه وجعلني افوز، فهو ده المربع اللي هنحفر تحته. دلوقتي احنا هنقعد نلعب اللعبه لحد ما نلاقي المربع. صدقي والله ممكن. جايز برضه. دلوقتي انتوا الفريق الابيض وانتوا الفريق الاسود، والصف اللي قدام هو العساكر، واللي ورا حضرتك طبيعه، حضرتك حصان، حضرتك فيل. معلش بس استاذنكم كل واحد يمثل الدور اللي هو عامله، يعني الحصان يعمل حصان، الفيل يأكت عنه فيل كده. يمثل ايه يعني؟ اللي دول مجرمين يعني، لو خالتي خلقها داء وسيبتهم علينا هيقتلونا. ايه اللي يمثل ويأكت؟ يأكت ايه؟ مش بيأكت. اوكي خلاص يلا نبتدي. العسكري الابيض اللي قدام الحصان يتحرك بلطتين. الله، بنقول العسكري الابيض اللي قدام الحصان يتحرك بلطتين. لا 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 لا. حضرتك يا طنط، حضرتك نمبر 2. انا ايوه حضرتك. حضرتك في فريق ايه؟ الابيض. ودورك ايه؟ انا العسكري الابيض. واللي وراكي دي ايه؟ حصان ابيض. يبقى تتفضلي تتحركي بلطتين. ما تتحركي بقى بلاتين، ما تبقيش غبية. حاضر أوف. حاضر. ثانك يو صباح. تاني حاجة، العسكري الأسود اللي قدام الوزير يتحرك بلاتين. لا لا إله إلا الله يا جماعة، انتوا ضاربين ايه؟ بنقول العسكري الأسود يتنقل اللي قدام الوزير يتحرك بلاتين. ما تخلوناش نعملها معاكم بقى. ما تخلصي يا اختي انت وهي، مستحملانكم بس عشان الست صباح. انا ممكن اشيكوا في وشكوا عادي يعني. اسفه اسفه يا ست الكل، اسفه. وانت يا اختي اطلعي كده. اوكي تالت حاجه، الفيل الابيض يتحرك دياجونال يمين. مش هيفهموا هما ايه دياجونال ده. اشرحي لهم انت. الفيل الابيض يعني ايه دياجونال؟ دياجونال يمين يعني كده. اه سان بوكسا. سان بوكسا. الفيل الابيض يتحرك سان بوكسا يمين. رابع حاجة، الفيل الأسود يقتل العسكري الأبيض. لا اعملي ايه؟ استني يا ولادي بتعملي ايه؟ ما انت قلتي لي اقتليها. لا اقتليها ايه؟ ما قلتش اقتليها، اقفي مكانها بس. اهربي يا حاجة بسرعة، اهربي. موتك. العسكري اللي قدام الطبية البيضة ياخد خطوتين. اوعي تقتليها.
الوزير الأسود يتحرك ثلاث خطوات وكش مات. يلا بقى يا خالتي قومي من هنا. يلا فين؟ أنا تعبت، روحي تعالي ارجعي اطلعي، مش رايحة حتة. لا خلاص يا صباح، اللعبة خلصت. خلصت خلاص؟ أيوة. ومين اللي كسب؟ انتي الكوين بتاعتنا. يلا كلنا انصافنا صباح يا جماعة. أنا الكوين بتاعتكم. أيوة. شكرا يا جماعة. يلا يا جماعة اتكلوا على الله، كل واحد يشوف مصلحته. أروح فين بقى؟ قعدي بقى هنا لحد ما نخلص ونقولك. لا شريهين، هي دي البلاطة يا رب. طب وعيلي بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هي دكتورة البلاطة عندها حاجة؟ لا مفيش حاجة، البلاطة بتسهل بس. يا ظريفة استني، تقريبا البلاطة دي تحتيها حاجة. فدلوقتي احنا محتاجين حاجة عشان نكسرها بيها. خالتي معاكي حاجة اكسر بيها البلاطة دي؟ يا مو سماح. اموري يا حبيبتي. معاكي حاجه يخشي نكسر بيها؟ هشوف لك. انت ورث ايه بقى؟ اهو لقيت لك شاكوش اهو. طب لو سمحتي معاكي شاكوش تاني عشان انا كمان عايزه اكسر معاها. ده انت طلباتك كتيره بقى، ما بصيلك. لقيت لك واحد صغير اهو. ايوه صعب قوي. برافو برافو. طب ما تساعديني. طب الحمد لله. شيلي دي شيلي دي. ياكي يس. استني في كيس اهو. لقيتي في حاجه؟ في حاجه. براحه براحه براحه. شو انت؟ ده بجد؟ لا لا اكيد مش بجد. اكيد مش بجد يا نيلي. لا لا خلاص. لا 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 اكيد بتدوس. خلاص يا شريهين. لا يا نيلي خلاص يا شريهين. لا يا نيلي اكيد بتدوس. لا خلاص. لا يا كنتو يا خلص. لا لا يا كنتو يا خلص. لا ثانك جود ان في ميه. هاي شريهين حليتي كلمة المتقطعة؟ يا ستي اديني بقرة بنتسلى. بتتسلي ايه؟ مفيش وقت. ما حليتيش ليه؟ ليه مفيش وقت؟ ده المدة لسه طويلة. ده احنا لو قعدنا كل سنة نكتب حرف مش هنخلص مدة السجن اللي احنا قعدنا. انتي نيجاتيف قوي ليه كده؟ لا نيجاتيف ليه، ما الجو هادي اهو وجميل والهوا يرد الروح، والولية اللي هناك دي كل شوية عمالة تعمل بومبا ورا بومبا لغاية ما خلاص عمتني. اقولك يا نيلي عشان انا وانتي نبقى بوزيتيف، تعالي نتخيل بقى ان العسكري جه على الباب هنا وخبط قال نيلي وشيرهان افراج، وطلعنا انا وانتي بقى بالمجله الجميله دي حلينا الكلمات المتقاطعه. تفتكر هنلاقي فلوس؟ ابدا. هتلاقي عدد تاني وعدد ورا عدد، وبصي بقى ايماجينيشن هتلاقي بقى عدد جديد مثلا في مقلب زباله والتاني في خرابه. لا 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 يا شيرهان انتي محبطه قوي. مالكوا قاعدين مبوزين كده ليه وضربين لي بوز بلبس الغربان اللي انتوا لابسينه ده؟ ما تنبسطوا كده. عندك سجاير يا ام سامح؟ سجاير ايه؟ اللي ام ازرق والله ازرق. عين خدي يا حبيبتي تعيش. خدي ولعها تاني كمان. يلا خالتي ام سامح والنبي والنبي الاقيش عندك شاحن سامسونج وشويه مسحوق غسيل؟ هشوف لك. يا رب يخليك. النزلية دي ما بحبهاش. خد هاد الشاحن وادي ده اخر راح. ماشي حبيبي شكرا. ام سامح يا اختي ما تشوفي كده جاتلي جوابات؟ لا يا اختي ما فيش جوابات، بص هتيجي بعد ساعة. ماشي. عايزين حاجة يا بنات؟ خالتي شوفي عند ام سامح كده في مانجا. عندك مانجا يا ام سامح؟ قولي لها عايزاها صحيحة ولا عصير؟ صحيحة ولا عصير؟ لا عصير. عصير. أشوف لك يا أختي. يا رب تلاقي مانجا. تفضل. شكرا يا أم سماح. مش معقول أم سماح أنت بتفكريني بواحدة كانت بتطلع في الأفلام زمان بحبها قوي اسمها ماري بوبينز.
طب ام سماح انا هطلب منك طلب صعب جدا. عندك فانيلا لاتيه؟ عينيا يا حبيبتي خد استنى اشربي يا اختي بلانا بالشيفه. طب انا عايزاه بفوم. هاتي يا اختي شوف اخرتها. خد يا حبيبتي. شيرين انا جت لي فكره فظيعه، خطه معتمده على ام سماح. ام سماح ممكن تيجي معايا ثانيه عشان انا عايزه ادور في الكشك بنفسي على حاجه. عينيا يا اختي يلا على اذنك يا اختي. بدل كل حته. مية وعشرين سنة، مية وعشرين سنة. استغفر الله العظيم يا رب. مية وعشرين سنة. خلاص يا عم الحاج بقى، مية وعشرين سنة، مية وستين سنة، ما تخوتناش. هنفضل هنا مية وعشرين سنة. استغفر الله العظيم. شوف صاحبك يا عم. مية وعشرين ناقص خمسة بكام؟ ليه؟ مية وعشرين سنة، شيل منهم الخمس أيام اللي احنا عندنا، يتبقى كام؟ مش فارقة. ليه؟ مش فرقة لأنهم مية وعشرين سنة. مية وعشرين سنة بس. أهي جت أهي. مين دي؟ الفكرة هنهرب من هنا ومعانا الخطة. نهرب؟ آه. نهرب إزاي وخطة إيه؟ بسيطة، إحنا نعمل نار عشان تعمل دخان، الإنذار يضرب يفتحوا البيبان يهربوا المساجين ونهرب كلنا. هي خطة حلوة وذكية بس مفيش حد هنا معاه ولاعة بياخدوها مننا وإحنا داخلين. بسيطة، هنعمل نار. هنعمل نار ازاي؟ نجيب شوية قش نحطهم في الأرض ونجيب زلطتين، زلطة هنا وزلطة هنا، ونقعد نحكها نحكها نحكها. أنت مش عايز تولع، أنت عايز تحكها. أنا أعمل أي حاجة بس أخرج من هنا. أنت عيل مياس ولا بتعمل أي حاجة. إيه ده؟ إيه التدخين ممنوع ولا إيه؟ أنت معاك ولاعة يعني؟ بقالنا ساعة بنقول فين الولاعات وأنت معاك ولاعة؟ يا جماعة ما حدش قال لي هات الولاعة، ما أنتوا شايفيني بولع سجاير من الصبح. يا بجحتك يا أخي. وبعدين صحيح مين اللي قال لك اللي فيه أصلاً إنذار هنا؟ وحتى لو فيه إنذار، مين اللي قال لك إن هو بيضرب؟ عم حسين بس اللي بيضرب. انا سمعت حد بيقول اسمي، في حد بيتكلم هنا؟ احنا اسفين يا عم حسين. احنا كنا بنقول حسين فهمي بس عشان هو شبهك الخالق الناطق فانت حسيت ان نتكلم عليك انت. اه وعم حسين ده جاحد. اه والله بيضرب بالجوز كده. بالجوز ايه ده؟ الواحد عنده جوز يا جماعه، هو مش محتاج يضرب، كفايه الذبذبات بتاعت صوته دي تدمرك اصلا. حسيتها؟ اه. طب انا عندي فكره نهرب بيها. ايه قول. بص هي اتعملت في افلام كتير بس حلوه. ما لو اتعملت في افلام كتير تبقى مفقوده. اسمعها طيب للاخر. احنا نجيب المواس ونجيب ميه ونحط المواس في بقنا ونشرب ميه ونبلعها. المواس تنزل تقطع مصارينا، نقعد نصوت نصوت، يجي ياخدونا على المستشفى، من المستشفى الهرب بيبقى اسهل. يا سلام يا سلام. طب افرض الشارع واقف، الكوبري واقف، عربيه الاسعاف اتعطلت، نتصفى كده كلنا؟ لا خالص، ممكن احط صباعي في بقي ارجع تاني. ترجع ايه؟ ارجع الماس. لا لا مفيش ترجيع. ليه ما يرجع؟ لا خد الماس مفيش ترجيع. الله، هو مش معاه فاتوره؟ معلش ما عدى اسبوع. اه لا ما ينفعش ترجع الا ايه ده؟ ايه ده؟ دخلني في السكه دي ليه؟ حلوه السكه تعالى. حلوه ايه؟ احنا بنشوف هنهرب ازاي يا سيدي؟ ما ينفعش ترجعه من هنا. مرجعه منين؟ لو رجعته من هنا هتتذبح. ايوه رجعه منين يعني؟ ترجعه من هنا. بس يا ضاحي، بس يا ضاحي يا نازله بقى تقعد. بس يا ضاحي، بس ما تقرفنيش، خيالي شغال. واد لو انا كلونيا بعديها على طول عشان اللي انت عايش. سيف صادق هذا الحق اهو افندم. هاني شاكر محمد فؤاد. انت اول تسمع؟ لا ما مش محرم فؤاد. انت بتقول لي محرم فؤاد؟ صاحي محمد منير وري اتفضلوا معايا، البيه المامور عايزكم. لا احنا زعلانين منه، خليه هو اللي يجي. اتفضلوا معايا، البيه المامور عايزكم. اتفضل. حاضر. في ايه يا حاج؟ بص منه هو جاي وفي عين الشر. يلا طه هو اهو. 120 سنة ايه؟ 20 سنة. نيلي عم بالراحة. نيلي انت كويسة؟ اوعى يكون حد عمل لك حاجة، اوعى تكونوا عملتوا فيها زي ما عملتوا فينا. ولا انت مجنون ولا ايه؟ انا اسف، انا اسف جدا، اصله شكل هاني بالظبط فكرت. بقول لك ايه؟ نعم. انت لسه واخد افراج ولا تحب ترجع سجن تاني؟ افراج؟ افراج ازاي؟
للاسف واحد اسمه ابو الدهب دفع التعويضات للناس اللي كانت مقدمه فيكم بلاغات وتنازلوا عن المحاضر. طيب تأمرنا بحاجه يا سياده المامور؟ لا لسه يا حبيبي، في شويه اجراءات كده وبعدين تتنقلوا تغرف داهيه. حسبي الله ونعم الوكيل. ابو الدهب بيه، ابو الدهب بيه، ربنا يكرمك ابو الدهب بيه. قلت لك مش هسيبك، قلت لك مش هسيبك، يعني مش هسيبك. اظن انا مؤاخذه عملت اللي عليا، فاضل انتوا تعملوا مؤاخذه اللي عليكم بقى. اتفضل المجله اهي. شكرا. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ايه؟ بتعمل المؤاخذه اللي اتفقنا عليه؟ انا خلصت لكم الناس اللي اتحبستوا بسببهم، ودفعت تعويض دم قلبي، وانتوا تدوني المجله وتمشوا وما اشوفش وشكم تاني. بعت حلمي كانيلي؟ ما كانش قدامي حاجه تانيه اعملها يا سيف. طب كويس، يلا بقى نروح نستحمى. انا اسفه قوي يا سيف. انا اللي ورطتكم في كل ده، اسفه ليكوا كلكم. اسفه ده يا عسل. انا كاعد دم قلبي في المشاوير بتاعتكوا دي، انا عايز فلوسي. اتنيل، هو انت حيلتك حاجه يا مرقع انت؟ ما تسكت بقى وخليني ساكته وكاتمه. طب انت صباحا ما غلطتش فيكي. خلاص يا خالتي، هنشوفه دافع كام ونديهم له على الجزم على البرتوش. وانت كمان يا صباح، انا اسفه قوي، بهدلتك معايا جدا. لا يا حبيبتي، اسفه على ايه؟ ده انا انبسطت جوه قوي، قابلت كل صاحباتي اللي بقالي زمن ما شفتهمش. طيب انا هلحق بقى قبل ميمي في الخنك، لا تعد نيلي كريم ولا تطبق في زمارة غدا عبد الرازق، مش ناقصين مشاكل. اشوفكوا بعدين. ايه ده؟ انتوا حليتوا الكلمات المتقاطعه كمان؟ اه حليناها، يعني كنا بنتسلى كده بنضيع الوقت. آه شكرا على كل حال. يلا ضحي. يلا ايه؟ يلا مين؟ يلا ضحي. لا ابو الدهب ايه، انا لازم اروح البيت اكل لقمه، استحمى، انضف، اقلع الهدمه اللي بقالها اسبوع على جدتي. واعرفك ازاي انا ضحي؟ عربك ازاي لما تغير وتنضف؟ انا بعرفك من ريحتك. يلا ناخد الفلوس وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. يا ابو الدهب ايه، انا الحشرات الزحفه بتاكل في عمي. خليها تاكل، خليها تاكلك. يلا طلعت في لحمي. يلا يا جماعه احنا كمان نروح نستحمى، انا حاسس ان انا بقيت منتج. لا احنا لسه عندنا مشوار. مشوار ايه تاني؟ لازم نروح عند عم بندق. وهنعمل ايه عند عم بندق؟ يلا بس نروح وانا افهمكم هناك. يلا تسعين جنيه بجول بورسعيد، 7.5 جنيه. انت بتعمل ايه؟ بحسب يا حبيبي الفلوس اللي كعتها معاكم عشان اخد حقي. 7.5 جنيه كده وسجق من على بركه الله اللي في رمسيس. 25 جنيه كافتيريا بورسعيد. على فكره انا اللي دفعت الفلوس دي. بجد؟ ايوه. ابن النصابه حاسبني وحاسبك؟ تقلقش هتاخد حقك. 50 جنيه كافتيريا البورسعيد. ايه تاني؟ 20 جنيه جيلي كولا لماما كول لماما ميمي. يبقى كده 571، 571 جنيه. 571 جنيه، انا عايز منكم 571 جنيه. 571 جنيه ايه يا معفن؟ ده انا غرقك فلوس. والنبي تنيلي، انت حالتك حاجه يا ماما. بس بس انا مش عايز كلام. انا عايز اعرف انتوا ليه جبتونا عند راجل السقيل دوت؟ انا عايز اروح استحمى. عشان ندور على الفلوس يا سيف. فلوس؟ ما الفلوس ما المجله مع عم دهب. لا عم دهب اخد مجله مش المجله. احنا غلطنا في التشكيل يعني ولا مش فاهم منك حاجه؟ انا هفهمك. احنا كلمنا عم دهب، قلنا له هنعمل معاك ديل، انت تطلعنا من كل القضايا اللي علينا واحنا هندي لك المجله. وقلنا لام سماح تجيب لنا عدد ميكي قديم. ام سماح مين؟ ام سماح دي خطيره، عامله زي الفيري كوين، عندها كل حاجه، كانك قاعد في كارفور بالظبط. انا قلت لها عايزه فانيلا لاتيه، عملت لي وفي فوم كمان. ايه الخطوره في ان هي تجيب لك فانيلا عليها دوم يعني؟ مش مهم. انا وشريهان حلينا الكلمات المتقاطعه وكتبنا مسج زي اللي جده بيكتبهم بالظبط وادينا له المجله. واحنا بقى معانا المجله الاصليه وسوحنا هو بقى بالمجله المزيفه. يا ولاد اللذينة، يعني الفلوس ما ضاعتش ولا حاجه؟ ولا مالكش دعوه بالفلوس دي خالص، انت ليك فلوسك وبس. ال 571 جنيه. 571 جنيه بس يا شوشه، هو احنا في بيننا فلوس يا ماما؟ وبعدين ما تحكميش على حد وهو غضبان. هو احنا لسه هنحل اللغز تاني؟ انا عايز استحمى. خلاص يا سيف، we're almost done. وبعدين بقول لك انا وشريهان حلينا الكلمات المتقاطعه. بتقول ايه؟ بتقول ان الحل في العدد القادم. طيب بسيط يا جماعه، قولوا لي انتوا بس العدد القادم دوت رقم كام وانا هقلب لكم عليه الدنيا. ما هي دي المشكلة بقى، إن العدد اللي احنا لقيناه مكتوب عليه إنه العدد الأخير. طب إزاي العدد الأخير ولسه في أعداد بتتبع؟ العدد الأخير اللي جده عمله قبل ما يبيع المجلة، مش العدد الأخير عامة. طب إزاي يا جماعة الحل في العدد القادم وده العدد الأخير؟ وعشان كده بقى احنا جينا لعم بندق قلنا هو اللي بيفهم. يا سلام،
احلى كوبايه شاي عملتها لكم بايديا دي، حب في حب. طيب يا عم بندق، انا هسالك شويه اسئله كلها حب في حب ومباشره، فلو سمحت خلي اجاباتك برضو مباشره من غير لف وحوران. تحت امرك. تعرف العدد ده؟ ها ياه. يا سلام. ايوه طبعا، ده العدد الاخير. ده لي حكايه جميله قوي قوي، تحب احكيها لكم؟ لا مش وقته حكاوي بقى خالص دلوقتي. جده بيقول ان الحل في العدد القادم، في عدد بعد ده؟ ايوه طبعا كان في عدد بعد ده. يعني ايه كان فيه وراح فين؟ راح المطبعه، بس جدك بقى وقف طباعته على طول. وقف طباعته ليه؟ لا ده كان ليه حكاية جميلة جدا جدا، حكاية طويلة قوي قوي. هو انت كل حكاياتك طويلة؟ مفيش حكاية قصيرة تقولها لنا ونخلص؟ الله الله، في ايه؟ خلاص يا سيف خلاص، معلش يا عم بندق خليك معايا، هو عنده حق بصراحة. طيب العدد ده موجود في المطبعة؟ ايوه طبعا موجود في المطبعة. وحضرتك تعرف المطبعة دي فين اصلا؟ ايوه طبعا عارف المطبعة فين. اوكي يلا بينا. يلا ثانية واحدة يا جماعة. عم بندق انت متأكد انك تعرف مكان المطبعة فين اكيد؟ ايوه طبعا عارف مكان. يعني مش هنروح وتقف تقول لنا كانت هنا وتهدت وتبنى مكانها حاجة تانية؟ ابراج نايل سيتي. يا اختي يا عم حرام عليك، انت بتعمل فينا كده ليه؟ ما تقول على طول وتنجز. ما انا بقول على طول. الله، انتوا اللي مش محددين الاسئله بتاعتكم، وانا قلت قبل كده اسالوا اسئله مباشره اجاوب اجابه مباشره على طول. انتوا قلتوا حاجه؟ الله، انتوا اللي قلتوا فين المطبعه؟ قلت لكم فين المطبعه؟ عارف مكان المطبعه؟ ايوه عارف مكان المطبعه. بس انت بتتكلم على ايه؟ الله، انتوا اللي بتتكلموا وخلاص. بس علينا يا عم شوقي مش شوقي ازاي؟ انا مش هتكلم، كمل يا سيف لو عايز تتنرفز. خلاص خلاص يا جماعه اهدوا كده، استهدوا بالله. بسيطه بسيطه جدا، احنا نروح لنجيب سويرس ونقول له يا حاج نجيب وانت بتهد وبتبني ما لقيتش عدد كده هوت وشلته على جنب، ممكن يكون شايله في تمراي مثلا ولا حاجه. انا مش هتحرك من المكان ده غير على بيتي عشان اروح استحمى. يا عم تستحمى، ما انت ريحتك زي الفل اهو. انا ريحتي ما انت نتن. انا بجد تعبت، ربنا يسامحك يا جدو. يا جماعه انا مش فاهم انتوا مكبرين الموضوع ليه. الله، مكبرين الموضوع دي عشان العدد راح والفلوس راحت. يا ست حتى لو كان العدد راح، الله، يبقى في المسودة. يعني ايه مسودة؟ المسودة دي زي العدد بالظبط، جدك الله يرحمه كان تملي يعمل مسودة كده ويشخبط فيها وتبقى زي العدد بالظبط. موجودة المسودة دي، موجودة في المرسم. ايه 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 مالكو؟ هو انا قلت حاجة غلط؟ مالكو ما سألتوش عن المسودة على طول؟ انت سألتوا عن المجلة؟ وانا قلت المجلة اللي في المطبعة. لو قلت على المسودة كنت قلت المسودة فين؟